ومن كورس تعليم برنامج سيفي 3 دي آه وان شاء الله نشوف كده بس زي كل مره بنشوف ايه الموضوعات اللي خدناها المره اللي فاتت فهنشوف الموضوعات التي تم تناولها في المحاضره السابقه اللي هي كانت المحاضره رقم سته آه شرحنا المحددات التي يجب مراعاتها عند اختيار عناصر القطاع التصميمي لان احنا اشتغلنا بالفعل كل المحاضره اللي فاتت ازاي نعمل الاسمبلي ونعمل الساب اسسمبلي وايه هي الانواع اللي نختارها وايه الانواع اللي تفيد معانا في القطاع وما الى ذلك. آه وبعد كده عملنا شرح كيفيه عمل قطاع بسيط شرح كيفيه اختيار العنصر الامثل للقطاع حسب المواصفات المطلوبه لان كل عنصر من العناصر اللي موجوده سواء مثلا حارات او كيربيستون او سايد ووك او ما الى ذلك آه البرنامج بيديلك اوبشن ان هو لك كذا نوع من الانواع دي ولكن مش كلها يناسب معاك في القطاع فاحنا بنشوف اللي كان ناسبنا ايه في القطاع بتاعنا واشتغلنا عليه آه بعد كده عملنا كيفيه عمل اسمبلي فروم بلو لاين يعني عملنا اسامبلي من البلو لاين واعطينا له الاكواد بتاعته وعرفناه ايه؟ عرفناه للبرنامج. وبعد كده عملنا كوريدور للقطاع اللي استخدمناه وعملنا اسطح منه بحيث نشوف هل القطاع نفسه اه اتعمل بشكل كويس ولا لا وهل جاب النتيجه المطلوبه ايه ولا لا؟ تمام؟ وطبعا عدينا شويه في عمليه الكوريدور ولكن الكوريدور هناخده بالتفصيل ان شاء الله خلال المحاضره ايه؟ المحاضره الحاليه. تمام. اه عندنا شرح كيفيه عمل قطاع اكثر تعقيدا. وتوضيح ازاي ايه هو الحاجات اللي قدرنا نعملها بالبرنامج وايه الحاجات اللي ما قدرناش نعملها بالبرنامج وممكن تتعمل ببرامج ثانيه اللي هو زي الساب اسيمبلي كومبوزر ووضحنا ايه ووضحنا موجوده فين بالظبط ومين كان شارحها على اليوتيوب وشفنا حتى اللينك بتاعها كان عامل ازاي. اخيرا تم على مجموعه من من الاستفسارات للمجموعه كلها. طيب نبتدي نشوف كده مع بعض دي ده القطاع الاول اللي كنا اشتغلنا عليه المره اللي فاتت كان عباره عن ثلاث حارات يعني حارتين وشولدر بس احنا عملنا ثلاث حارات وكان الشكل اللي هو بتاع الكيرب ستون ده عملناه من البول لاين تمام كده ونفس الشيء نفس الشكل اللي هنا وعملنا مره الكوريدور على هذا الاساس وبعدين خدنا العنصر الاكثر تعقيدا اللي هو ده تمام وقلنا ان البرنامج ال, 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 نفسه يقدر يعمل لنا كل الشغل اللي فيه فيما عدا المنطقه اللي هي ايه المنطقه دي اللي هي سيلكتد في الماتيريال دي هتضطر ان احنا نعملها بالايه بالسابل كومبوزر طيب المره دي المفروض كنا احنا المره اللي فاتت ما اشتغلناش على الدي لايت اللي هي مجموعه الايه؟ الميول الجانبيه. الدي لايت هنا بيسمى اللي هي عباره الميول الجانبيه للطريق اللي هي اللي توصل من القطاع التصميم بتاعي لحد وش الارض اللي موجوده او مكان الارض الطبيعيه اللي ايه اللي موجوده. ودي ما خدناش المره اللي فاتت هناخدها المره دي. بس مبدئيا أنا, عم... انا عملت قطاع تاني كده عباره عن برضه ثلاث حارات وعملنا الكيرب ستون في النص هنا بحيث كانه جزيره وسطيه عشان في ناس برضو طلبت في حاله لو عندي جزيره وسطيه وعايز اعملها والجزيره دي عروضها متغيره فانا قلت اعمل قطاع ايه يمثل الشغل بتاعنا هو نفس القطاع عباره عن ثلاث حارات زي ما احنا شايفين وعندي هنا حق... طبعا هنشرحه بالتفصيل ولكن انا دلوقتي هنبتدي ناخد عمليه الميول الجانبيه بتاعتنا طيب انا عندي هنا في الميول الجانبيه آه الميول الجانبيه اللي هي دي هناخدها كده كوبي معانا ماشي اسف بيكتب بالعربي ادي كوبي كوبي معانا هنا كده عشان نبتدي ايه نتعامل بيها هو قال لي انا عندي في حاله الكت ان روك يعني لو هقطع انا في الروك فعندي الاسلوب هيبقى 1 الى 4 وبنعمل ايه؟ اللوبل توتال هايت اوف كات ان روك ويزاوت 3 متر بيرم ويز از 8 متر يعني ايه؟ يعني انا هيعمل اه سلوب 1 ل 4 في حاله لو هو اكتر من 8 متر ببتدي اعمل بنش على 8 متر بعرض كام؟ بعرض 3 متر حلو كده؟ وحتى احنا جايبينه بشكل تفصيله بسيطه هنا هو في الاول بينزل ديتش بسيط كده تحت بنسبه 4 لواحد تمام كده لغايه ما يديني اه 50 سم وبعدين بيبتدي يطلع بميل واحد لأربعة تمام كده يعني كل متر سوري كل متر أفقي يطلع 4 متر أربعة متر رأسي كل متر أربعة متر رأسي يطلع متر أفقي وبعدين أقصى حاجة 8 متر وبعدين بياخد بنش بعرض كام؟ 3 متر والأسلوب بتاعه ناقص واحد وهكذا ده في حالة الكات عندي كات هنا زي ما احنا قلنا كات حالتين يا إما كات إن روك وفي كات إن سويل يعني لو أنا بقطع في بقطع في سويل اللي هي الارض الطبيعيه العاديه مش مش ايه مش صخر فبيديني ثلاث حالات زي ما احنا شايفين وفي حاله الفيلم بيديني اربع حالات طيب البرنامج لو احنا ضغطنا على كنترول و3 بيبتدي يطلع لنا مين شاشه اللي هي السوبر ماركت بتاعتنا التول باليت تمام اللي فيها كل التفاصيل بتاعتنا احنا في الحاله دي بندور على حاجه اسمها الدي لايت دي لايت يقصد بيها الميول الايه الميول الجانبيه زي ما انتم شايفين في دي انواع كتير قوي وزي ما احنا عارفين دايما افضل افضل حاجه تشرح لنا اي عنصر من العناصر دي نختارها نعمل كليك يمين عليها وبنقول له هيلب ونبتدي نشوف الهيلب ايه الهيلب بتاعها ولكن احنا مبدئيا هناخد يعني ابسط شيء اللي هو عمليه الدي لايت جنرال وده الاكثر استخداما الجنرال ده بيديني ثلاث حالات في حاله الكت وثلاث حالات في حاله الفيل يعني ايه ثلاث حالات دي تسمى حاله بمعنى لا هو بيقول لي هنا في حاله لو انت عندك كت ارتفاعه من صفر المتر بتاخد ميل كام؟ 4 ل 1 وحدد لي الاربعه دي اللي هو والفي الفيرتيكال اللي هو واحد تمام وفي حاله لو ارتفاع القطع من ممتر متر ل 3 متر هيبقى اسطوب واحد ل 3 واخر حاجه اكتر من 3 متر اسطوب واحد ل 2 فهنا الفكره كلها ان ايه ان هنا عاطيني ثلاث حالات مختلفين في برنامج ال 7 3 دي عندي يا إيه اما بنختار مثلا دي لايت بنش يا اما بختار مثلا دي لايت جنرال الجنرال مش هيقدر يديني بنش والبنش ما يقدرش يديني حالات زي الجنرال ففي الحاله دي انا عايز اعمل ايه انا عايز اكون للبرنامج حاجه حاله تمشي معايا في الحالتين يعني حاجه تمشي معايا في الحالتين زائد ان هي الدي لايت جنرال حتى زي ما هنشوفها بيديني ثلاث حالات فقط مش اربع حالات انا عندي هنا اربع حالات في الفيلم دي هقدر اعملها ازاي بنعمل حاجه اسمها الكونديشنال ايه هي الكونديشنال دي عندي نوعين كونديشنال هوريزونتال تارجت وعندي كونديشنال كات اند فيل كات اند فيل دي بدي حالات بقول له زي قاعده اف بتاعه الاكسل كده مثلا في حاله لو انت هتشوف معطى معين هتبتدي تحقق لي الايه؟ الجزء دي، بمعنى ايه؟ انا هاخد دلوقتي الحاله دي اللي هي حاله الفل، تمام كده؟ اللي هم اربع مين؟ زي ما شايفين اربع حالات، حلو كده؟ فالداي لايت جنرال هيوفر لي ثلاثه فقط. ففي الحاله دي بيجي اقول له انا عايز اعمل كونديشنال كات اند فيل. ليه كونديشنال في الحاله دي؟ لان انا عندي اربع حالات، يبقى انا هحط الدي لايت مرتين، مره هدي له الثلاث حالات دول، ومره هدي حاله واحده اللي هي دي. فبقوله له هنا الكونديشن بتاعي اقول له كونديشن كات اند فيل اضغط عليها فزي ما شايفين بتظهر لي الويندو دي صغرها بس شويه استاذنكم تمام ونيجي مثلا في الحاله دي هو بيقول لي الحاله بتاعتك هنا في الرايت ولا الليفت فبقول له في الرايت اللي اوت ويد يعني هرسمها لك على الرسمه بعرضها كام فمفيش مشكله هرسمها مثلا بعرض 5 متر دي مش هتاثر معايا في شيء لان دي بس مجرد عرض على الايه عرض على الرسمه ليس الا الميل بتاعك في حاله الفل او في الكات يعني مثلا قلت له انا عندي فل تمام كده واقول له الميل يعني بصوا يا جماعه عمليه اللي اوت دي يعني الاظهار اللي قدام منك هنا ولكن ما بيأثرش خالص في الايه في الـ في السيملي بتاعك او في الايه في الكوريدور بتاعك تمام يعني ده بس كده للعرض المبدئي طيب فبقول له انا عندي هنا حاله فل فبيقول لي المينيمم ديستنس كام والماكسيمم ديستنس كام يعني ايه مينيمم ديستانس وماكسيمم ديستانس يعني من كام لكام هيشتغل في الحاله دي ومن كام لكام يشتغل في الحاله دي فدلوقتي زي ما احنا قلنا احنا عندنا من صفر لواحد ومن واحد لثلاثه ومن ثلاثه لخمسه ده كده اول معيار يبقى اول حاجه بيبتدي من صفر واقصى حاجه يبتدي لغايه كام؟ لغايه خمسه يبقى انا هكتب له هنا خمسه تمام كده؟ ليه؟ لان ما بعد خمسه هاخد له حاله ثانيه يبقى البرنامج طول ما هو ارتفاع الـ 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 الفيل بتاعه من صفر لحد خمسة هياخد الحالة اللي أنا هربطها بالرابط بالعنصر ده هبتدي أحطها هنا كده تمام زي ما أنتم شايفين كتب لي كلمة فل وكتب من صفر إلى إيه كام إلى إيه خمسة حلو إحنا ممكن حتى نكبر دي شوية نخليها أنا آسف كنترول واحد نخليها 10 متر عشان تبقى إيه أوضح وأوسع تمام يبقى أنا كده عندي إيه عندي الفل في حالة من صفر إلى إيه خمسة هبتدي أعمل إيه هبتدي احط له الدي لايت العادي اللي هو الجنرال بتاعي ادي يعني دي لايت جنرال تمام كده وزي ما انتم شايفين لو احنا فتحنا بقى الدي لايت جنرال بالتفصيل بتاعه كده انا عندي ايه انا عندي الدي لايت جنرال بتاعي في حاجه هنا اسمها فلات كات وفي عندي فلات كات ماكسيمم هايت والميديوم كات والMaximum كات هايت والستيب الستيب, 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 الستيب كت. ده الثلاث حالات للكات يبقى انا عندي كات اهوت اقصى ارتفاع كام واديله الميل بتاعه وبعدين الاكثر ارتفاع في الحاله الثانيه له الميل بتاعه وبعدين الحاله الثالثه اللي هو ياخد ايه؟ انليمتد ياخد انليمتد ونفس الحكايه في الفل لو انا جيت في الفل عندنا اهو عندي هنا الفل اللي هو الحاله الاولى وبيوصل لغايه ارتفاع كام؟ والحاله الثانيه يوصل لغايه ارتفاع كام؟ والحاله الثالثه فخلينا احنا نعمل شويه زوم عشان نبقى شايفين دي معانا يبقى انا عندي الحاله الاولى احنا هنركز على الفل لان الكات هيبقى في حاله ثانيه خالص ادي الفيل اول حاله عندي من 0 الى 1 بميل 6 ل 1. يبقى هنا اقصى ارتفاع عندي كام؟ هو هنا هو جايب الميل بتاعه 6 ل 1 مظبوط ولكن اقصى ارتفاع عندي هنا متر مش متر ونص فبكتب له 1 وانتر تمام وبعدين الحاله الثانيه انا عندي من 1 الى 3 الميل بتاعها 4 ل 1 فالميل 4 ل 1 مظبوط واقصى ارتفاع بتاعها 3 مظبوط وبعد كده الميل عندي كام؟ 1 لكام؟ كام؟ 1 ل 3 هغير له بس من هنا واكتب له 3 وانتر وببتدي انزل الجزئيه دي فين؟ في الرسم. نضغط فين بقى مش هنضغط فوق هنا على الايدج بتاعتنا لا هنضغط في اخر اللينك بتاع مين بتاع الفيل اللي احنا شايفينه وبنضغط هنا تمام يبقى كده هو نزله لي ونزل لي زي ما انتم شايفين في حاله فيل وفي حاله كات ولكن هو البرنامج هيتجاهل حاله الكات اللي موجوده لان هو الكونديشن بتاعه عباره عن ايه الكونديشن بتاعه عباره عن فيل فقط الكونديشن عباره عن فيل فقط طيب دلوقتي هو لو انا استخدمت البرنامج على هذا الاساس هو هيوصل لغايه 5 متر ومش هيزيد عن كده طب افرض انا عندي حاله اللي هي الحاله الرابعه اكتر من 5 متر فساعتها بعمل كونديشن تاني معاها بقول له كونديشن كات اند نفس المعطيات برضو هنخليه مثلا العرض بتاعه 10 متر الميل بقى هنا اوت هنزوده شويه واحد لاثنين تمام كده وبعدين انا عندي هنا بيبتدي من 5 ميل يعني من 5 متر لحد ما لا ايه ما لا نهايه تمام كده وهو عباره عن فيل تمام وبحطها فين؟ مش بحطها بقى هنا لا بحطها في نفس النقطة اللي هي نقطة القرار بتاعتي اللي هي النقطة دي. أهي تمام كده؟ طبعا احنا عملناها معلش ميل غير الميل نخليها ايه؟ واحد في نص عشان تنزل تحتيها عشان تبقى باينة معانا. تمام يبقى هو من النقطة دي يبقى البرنامج في النقطة دي هيبتدي يحدد يشوف الفل كام ارتفاعه لو الفل من صفر إلى خمسة هيبتدي ياخد الحالات اللي موجودة هنا لكن لو الفل هنا أكتر من خمسة هيبتدي يبص على الحالات اللي موجودة فين؟ موجوده هنا تمام طيب. طيب هنا ممكن اعمل دي لايت طبعا عندي هنا كام حاله عندي حاله واحده فقط عندي حاله واحده فقط فممكن اعمل دي لايت جنرال نفس الحاله لو انا اخترت من هنا وقلت له دي لايت جنرال تمام ماشي وفي نفس الوقت هدي له المعطيات بتاعته يعني احنا هنبص هنا في الفيل هو بيقول لي 1 ل 6 طبعا الميل عندي هنا كام 1 ل 2 تمام فساعتها هقول له الميل 1 ل 2 في حاله البرنامج ادي 1 ل 2 ونفس الشيء أقول له هنا 1 2 وهنا 1 2 تمام كده؟ والماكسيمم فيل هدي له مثلا كام؟ على أي رقم، أي إن كان الرقم لأن هو أوريدي هياخد مين؟ هياخد القيمة بتاعته. مثلا هدي له 100 حلو وهنا 100 تمام؟ مجرد ما بيجي هنا في الويندو دي معلش وبحطها له هنا تمام؟ زي ما أنتم شايفين بقى الفيل عندي هنا كام؟ ماينس كام؟ ماينس 2 حلو؟ يبقى هو في الحالة دي هيبتدي ياخد الفيل ده في حاله لو آه <applause> أصرط عندي ولا الصوت انا عندكم شباب ايوه طيب يبقى انا عندي هنا الفل في حاله من صفر لخمسه هياخد الحاله اللي هنا وفي حاله اكتر من خمسه هياخد مين هياخد كام واحد لاثنين تمام طيب كده طيب ده كده في الفل طب في الكات في الكات انا هاخد بس الحاله اللي موجوده فوق نفس الفكره هيبقى هنا هعمل له دي لايت ياخد الكات او اللي انا ممكن اخد له الكات مباشره انا هاخد مين الحاله اللي فوق اللي معانا دي اللي هي ايه بتاعه الروك أه هبتدي اقول له انا عايز اعمل برده أه كونديشنال اللي هي كات اند فيل تمام وفي الحاله دي بقول له في الرايت 10 متر برده واحد لواحد وال والفيل بتاعي سوري والكات بتاعي انليميتد من صفر للانليميتد مفيش مشكله وببتدي اقدر انزلها له فين في نفس نقطه القرار نفس زي ما انتم شايفين نزلت معايا هنا دي نقطه الفيل انا عايز بقى اعمل له ايه عايز اعمل له الديتش اللي احنا شايفينه ده وبعدين البنشات اللي موجوده دي فالديتش دي ممكن نعملها بشكل لينك هو اللينك هيبقى ميل 4 ل1 والفرق المنسوب كام 50 سنتي فباجي هنا بقول لكم اللي هي جينيريك لينكس بقول له اهو انا عايز لينك ويدز اند سلوب تمام العرض بتاعه كام؟ العرض بتاعه هنا 2 اه متر لان هي 1 ل 4 ل1 يعني وينزل نص متر يعني عرضها 2 متر فقط والميل بتاعها ناقص كام؟ ناقص 25 ناقص 25 ليه؟ لان الميل 4 ل 1 وهقول لكم ازاي تتاكدوا بشكل سهل وبسيط لو انا ضغطت هنا كده تمام احنا عاملين ناقص سوري ناقص كام احنا عاملين ناقص ناقص 25 تمام اتاكد ازاي احنا الميل بتاعنا 4 ل 1 يعني كل 4 افقي يدين واحد راسي يبقى انا كده هرسم انا مثلا ادي واحد راسي تمام وهاجي قصاد منه سوري اه واجي قصاد منه 4 افقي تمام ولو انا رجعت احنا عملنا اربعه راسي انا اسف واحد راسي يديني اربعه افقي تمام ولو رجعت قفلت المثلث على ان الخط ايه؟ ماشي مع الخط مظبوط يبقى انا كده حالتي مظبوطه ولو اتاكدت ان هي نص متر كل ما هنالك باجي في قائمه النوتيتس وبقول له انا عايز اشيك على النقطه دي والنقطه دي الدروب بتاعها كام نص متر يبقى كده مظبوط تمام حلو بعد كده هبتدي من هنا وابتدي اعمل مين البنش بناء على التفاصيل دي هو بيقول لي الميل اه الهوريزنتال واحد والفيرتيكال اربعه وكل 8 متر بيعمل لي مين بيعمل لي بنش فانا هاجي هنا ادور على الدي لايت وفي الحاله دي بختار له الدي لايت بنش تمام وبقول له والله انا عندي في, في cut سلوب اهو انا cut سلوب يبقى عندي اربعه تمام الماكسيمم هايت يعني اقصى ارتفاع هيوصل له 8 متر هو بيقول لي برده الماكسيمم سوري الفيل سلوب ففي الحاله دي انا عندي البنشات فقط في حاله القطع فما فيش مشكله لان انا زي ما احنا عاملين ايه عاملين كونديشن فهو هيطبق الكونديشن ده في الحاله دي بس يعني هياخد السمبل اللي انا ال ال هحط له well. او سوري الداي ال لايت اللي هحط له هنا هيطبقه بس في حاله الكت مش في حاله الفيل هنا بيقول لي عرض الودز ال ال البنش عرضه كام فبقول له 3 متر تمام كده والسلوب بتاعه اقول له كام ناقص واحد زي ما موجود فين في الرسم غالبا نتاكد السلوب بتاعه ناقص واحد تمام كده الاسلوب بتاعي ناقص واحد تمام وابتدي ايه ابتدي احطها له هنا ونبتدي ايه نشوف مع بعض طبعا هو بيطلع بالشكل ده ولكن احنا هنشوفها في الكوريدور بتاعنا هتبقى عامله ازاي طيب كل المجموعه دي كده انا هبتدي اعلم عليهم باللينك الصغير اللي هو اللينك اوريدي في موجود هناك يبقى هعلم على الحالات دي بتاعتي وهبتدي اقول له من فوق هنا على اليسار اقول له ميرور على النقطه النقطه دي تمام ماشي واقول له كلير وبقول له اوكي خلاص يبقى انا عملت ميرور نفس الاسمبلي سوري الميول بتاعتي من اليمين للشمال وابتدي اشوف معايا هبتدي اعمل كوريدور انا قلت كنت لغايه الكوريدور اللي فات نبتدي نعمل كوريدور الكوريدور, الكوريدور بتاعي هسميه ار1 هقول له الرود1 انا شغال على الاف جي 02 اللي هو البروفايل وعندي الاسمبلي اللي هو الوحيد اللي موجود في الرسمه اللي هو ده تمام واهم حاجه عندي التارجتس ساقول له بص لي على مين على الارض الطبيعيه بص على العرض الطبيعي مجرد ما بقول له اوكي ماشي فبيقول لي هنا شاشه الفريكونسي فبقول له انا عايز فريكونسي كل 5 متر مبدئيا كل 5 متر وبقول له اوكي وبقول له اوكي نقول له ريبيلد وربنا يسهل ما يكونش فيه ايرورز بسم الله الرحمن الرحيم طيب مبدئيا الحمد لله ما ما ايه ما جالناش ايه ما جالناش ايرورز نبتدي نشوف الكوريدور بتاعنا في مناطق ممكن يكون فيها ايه ممكن يكون فيها بنشات مثلا المنطقه دي فبنضغط هنا احنا المكان ما هختار الكوريدور هيختار لي السيكشن بتاعه وابتدي اقول له كوريدور سيكشن اه بصوا هنا الميل هو 4 ل 1 المفروض نكتب له احنا 1 ل 4 ليه؟ لانه زي ما انتم شايفين هو عمل لي بنش هنا تمام؟ حتى نقفل معلش الجريد دي نو no. ونو no. بقول له اوكي اه يعني هو عمل لي منطقه الديتش اللي في الاول هنا ولكن الميل الجانبي بتاعي هنا جايب له كام؟ 4 ل 1 فطبعا دي كانه الميل مفتوح تماما فهنا لا انا هقول له والله انا عايز 1 الى 4 عكس الرقم اللي ايه؟ اللي موجود يبقى انا هاخد هنا اقول له كنترول 1 اقول له كام؟ يبقى بوينت 2.5 يبقى كام؟ بوينت 2.5 تمام؟ وفي نفس الكلام الطرف الثاني هقول له بوينت 2.5 وبقفل هنا وبقول له انا عايز اعمل كوري دول لازم اعمل له طبعا ريبيلد عشان نبتدي نشوف ايه الفوارق نشوف مع بعض حتى نركز تحت كده في المنطقه دي اعمل كليك يمين واقول له ريبيلد ونبتدي نشوفه هيعملها لنا ازاي اهي مباشره عملها لي كام اربعه الواحد تتاكد ازاي لو انت رسمت لاين اهو احنا هنطلع كل كل 4 متر راسي بيطلع متر افقي 4 متر راسي بيطلع متر افقي زي ما انتم شايفين الخط بتاعنا جاي في مكانه فين ما مكانه مظبوط تمام وفي نفس الوقت انا عندي المنطقه اللي تحت دي هنا في دروب بس أعدل شكل القطاع عشان نشيل الكتابات اللي الزياده اوكي اوكي اهو تمام عندي المفروض المنطقه دي نص متر فلو انا جيت هنا وقلت له والله المنطقه بتاعتي دي نص متر ولا لا انا اسف عايزينها من هنا لهنا نص متر ايه نص متر مظبوط تمام يبقى ده كده القطاع بتاعي في حاله لو جه عندي هنا في آه في بنش حلو نبتدي نشوف قطاع تاني مثلا ما يكونش في بنش قطاع تاني مثلا في المنطقه دي فلو جينا في السكشن اديتور ومشينا مثلا هنا دي منطقه فيها فيل زي ما انتم شايفين هو عمل لي ايه عمل لي الفيل بتاعي بناء على الحاله اللي موجوده طبعا هو كاتب لي هنا ناقص بوينت 33 اللي هو هيبقى واحد لكام واحد لتلاتة وهنا واحد لأربعة على حسب الايه الميول الجانبيه بتاعته ولكن هنا ما شافش مين ما ليش الحاله بتاعت ايه ما ليش البنشات لا هو اشتغل على طول بالميول الجانبيه زي ما انا ايه زي ما انا قلت له تمام آه لان انا في الحاله دي انا ما قلتلوش ايه الميول الجانبيه هو في حاله الكات هياخد بس القطاع اللي فوق هياخد منه الكت اما في حالة الفيل بيبتدي يشوف زي ما قلنا لو اقل من خمسة متر هياخد التفاصيل اللي هنا اكتر من خمسة متر هياخد التفاصيل اللي هنا طبعا لو احنا بصينا حتى على القطاع في حدة تانية ممكن في البداية شوية كده. ده برضه قطاع قاطع يعني زي ما شايفين هنا قطاع قاطع فعمل لي هنا ديتش اما قطاع الردم ما بيعملليش ايه ما بيعملليش ديتش بيمشي مباشره على مين على الميول بتاعتنا زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين تمام يبقى دي حاله مين حاله الكاتن فيل كونديشن اللي هي مين نقفل معلش الويندو دي يبقى اللي هي كونديشنال كات اند فيل في حالتها احنا بس بنستخدم على حسب الحالات اللي موجوده معانا بنستخدمها بنقول له في حاله الكات تاخد الشكل ده وفي حاله الفيل لو هي حاله واحده تاخد الشكل ده او الشكل ده في حاله لو ما عنديش انا التفاصيل دي كلها عندي بس كات وفيل وده ثلاث حالات وده ثلاث حالات انا ما بحتاجش ساعتها مين ما بحتاجش الكات اند فيل كونديشن دوت لا بحط بس دي لايت عادي وبشتغل بيه طيب هنا زي ما احنا شايفين مره بيقول لي ان روك ومره بيقول لي ان سويل فيفضل على حسب بقى الحل يعني الفكره الروك والسويل دي بتتحدد على حسب الطبيعه هناك بيقولوا مثلا على سبيل المثال في منطقه جبليه فدي هنشتغل يعني على اساس ان روك في منطقه سهليه فهنشتغل على اساس سويل فده يفضل ان احنا نعملها في الموقع آه بنختار من ستيشن كذا لستيشن كذا النوع ايه وبنيجي في البرنامج هنا بنقول له بنعمل اثنين اسامبل يعني نفس الاسامبل اللي احنا مختارينه ده تمام كده على سبيل المثال انا هاخده كوبي سي او تمام <applause> وهفترض وه... ان مفيش الحاله الرابعه دي كان انا حاله ثلاث ت... حالات فوق وثلاث حالات تحت فساعتها هشيل كل اللي موجود ده ده كده هشيله وده كمان هشيله وده وده تمام كده ونفس الشيء كل دول هشيلهم تمام يبقى انا عندي ايه حلق... حاله القطع والردم هنا فهبتدي بقى اشوف في حاله القطع هنا عندي كام والردم هنا كام بحيث لو انا شغال في السويل اقول له كنترول واحد تمام فانا عندي ثلاث حالات قطع وثلاث حالات ردم في الحاله دي مثلا ففي القطع هنا زي ما احنا شايفين انا عندي اول حاجه واحد لاربعه فهغير له هنا هقول له دي اربعه اقصى ارتفاع اللي هو متر تمام وبعدين واحد لثلاثه اقصى ارتفاع اللي هو ثلاثة متر هو مكتوب بالفعل وبعد كده واحد كام واحد لاثنين ماشي ده اللي هو على, الرا... على الرايت سايد طبعا ايه الليفت سوري سا... 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 الفل لو نزلنا للفل نتاكد 6 ل لمتر و... وكام 4 على 1 ل 3 متر تمام يبقى الرايت سايد اوكي هشيل كمان اللي على الليفت سايد ده هقول له ديليت وده هعمل له ميرور على النقطه مين النقطه دي تمام وده مثلا هنسميه طيب واحد داش سويل عشان ده يشتغل فين في منطقه السويل فقط وهبتدي اعمل ايه هبتدي اضغط على الكوريدور بتاعي تمام بسم الله الرحمن الرحيم طيب لازم نعمل سيف انا هيسوعان ان دل... نعمل سيف ونقول له سيليكت كده اختار لي الكوريدور بتاعي اهو اه سهل جدا لان انت تغير الاسمبلي ال بتاعك مجرد ما انت بتضغط على الموديفاي ريجون وبتيجي كلمه ريجون بروبرتز تمام بتضغط عليها ونختار له الريجون بتاعنا اللي هو الاساسي ده وبقول له والله انا عايز اغير الاسمبلي بتاعي من الى ايه ايه فكره ان انت تغيره من هنا احسن لان هو بيحتفظ بنفس التارجتس وبيحتفظ بكل ايه بكل شيء فبقول له انا عايز هنا التايب 1 اللي هو السويل وبقول له اوكي وبننتظر عليه لحظات المفروض هو بيعدل ايه كل القطاعات بتاعتنا بتاعت مين؟ بتاعت الطريق بالكامل بياخد لي مين؟ بياخد لي الايه؟ الحالة اللي هي موجودة فين؟ الحالة اللي موجودة دلوقتي معايا هنا، فلو أنا بصيت المناطق اللي هنا كان فيها بنشات زمان، لو أنا اخترت هنا وقلت له أنا عايز أشوف شكل القطاع في الحتة دي عامل إزاي. زي ما أنتم شايفين ما ليش بنش، عمل لي كام؟ ميل 2 لواحد لو وهنا ميل كام؟ 3 لواحد، لو عشان نسهر بس ال... نوضح الكتابات. أهو زي ما أنتم شايفين، عمل لي هنا. ميل 2 لواحد وهنا ميل كام؟ 3 لواحد بدون بنشات بدون بدون ديتش بدون اي شيء لان هي عباره عن ايه زي ما احنا قلنا القطاع بتاعنا ما فيهوش كونديشنز فاخد الحالات مباشره فيبقى في بقى في الموقع مثلا على سبيل المثال انت عندك نص المشروع كده ونص المشروع كده فكل ما هنالك ان انت بتتفق طبعا مع الاستشاري او مع الجهه اللي انت بتشتغل معاها انهي مناطق قطع وانهي مناطق اللي هيبقى فيها ديتش فمثلا على سبيل المثال انا عندي المنطقه دي انا اخد من اول هنا كده حلو هنعمل حتى مثلا حطة دي المحطة دي لحد المحطة لاين لحد هنا كده مثلا تمام يبقى المنطقة دي كده من هنا لحد هنا دي هياخد مين هياخد الدي لايت البنش والباقي هياخد السويل فساعتها بتعمل سبليت للريجون بتاعك فانا هختار الريجون اللي هو الـ الـ الكوريدور بتاعي وبقول له هنا سبليت ريجون بفصله والله بفصله عند النقطة دي تمام كده ماشي وبرجع تاني افصل ده عند نهاية مين النقطة دي تقريبا بقى كده انا عندي كده القطاع بتاعي او الكوريدور بتاعي متقسم ثلاث قطع الاولى والوسطية والنهاية فبيجي هنا وبقول له انا عايز اعمل ريجون بروبرتس فبيقول لي انهي ريجون زي ما انتم شايفين هو عامل هايلايت باللون الازرق فبختار له اللي انا عايزه مثلا اللي هو في النص ده واقول له والله ده رجعه لي خليه لي ايه الستايل سوري التايب بتاعي الاساسي اللي هو البنشات وبقول له اوكي وبقول له هنا ادي التارجتس بعدله له بتاعته وباكد له هنا ان هي ايه كلها ال ان جي ال وبقول له اوكي okay. وبضغط انتر تمام لو جينا بقى في قطاع هو على سبيل المثال قطاع من القطاعات اللي موجوده هنا واقول له وريني القطاع عامل ازاي هنلاقي القطاع هنا ايه اللي هو المفروض القطاع بتاعي بالديتش اللي هو يعتبر بالبنشات المنطقه دي بالبنشات ولكن لو انا جيت في قطاع تاني متقدم او متاخر في ريجون تاني مش موجود هنا مثلا على سبيل المثال طبعا هنا مفيش مشكله في الكارت انا عايز شويه قدام ايوه اهو ده قطع قطع اهو زي ما انتم شايفين ما فيهوش مين ما فيهوش ما الايه الديتش بتاعنا لان هو كده ايه عمل لنا مين عمل لنا ال الجزء بتاعتنا اللي هي ايه جزئيه ان هو في قطاع في منطقه السويل اخذ بتاع السويل فقط وفي منطقه البنشات اخد بتاع ايه بتاع البنشات فطبعا دي بتتحدد بناء على مين على الطبيعه امتى نستخدم الحالات دي وامتى نستخدم الحالات دي كده يبقى احنا غطينا الى حد كبير يعني السب اسمبلي بشكل عام وزي ما قلنا افضل دليل ليك ان انت تعمل اي حاجه الحاله بتاعتك دي تنفع ولا ما تنفعش على حسب لان طبعا الحالات كتير جدا زي ما انتم شايفين دي لايت ليه حالات كتير جدا كل شيء يتطور يعني ليه حالات كتير ولكن انت بتشوف الحاله اللي تناسبك ايه وتبتدي تعمل كليك مين انا انا عن نفسي دايما بعمل الكوريدور تجريبي كده واجرب فيه لحد ما الاسمبلي بتاعي يظبط تمام ببتدي اخد الاسمبلي بتاعي على الرسمه الاساسيه وابتدي اشتغل بيه انت حاول برضو تعمل نفس الفكره عندك لايت مثلا تجرب الحاله دي تنفع معايا ولا لا وهو شارح طبعا بالايه بالتفصيل الممل لكل الحالات اللي اللي موجوده معاك تمام ده كده خاص بالسبق اسمبلي حتى الان اتمنى نكون ان احنا غطيناه بشكل كويس نقول عنده اسئله سريعه في الصبع السمي لغايه دلوقتي قبل ما اخش على تفاصيل الكوريدور هل في حد عنده اسئله او حاجه اللي عنده سؤال يكتبه ما فيش حد عنده اسئله طيب نبتدي في الكوريدور بسم الله الرحمن الرحيم وغالبا ما حدش عنده اسئله طيب نبتدي في الكوريدور نبتدي على الكوريدور الحمد <تصفح> 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 لله طيب آه بسم الله الرحمن الرحيم احنا الكوريدور كنا مجهزين له رسمه ثانيه طب هي نفس الرسمه اللي تنفع معانا لا ده كده الرسمه الاسمبلي 01 اه دي الرسمه ماشي مبدئيا قبل ما اخش على الكوريدور الكوريدور زي ما احنا عارفين زي ما اتكلمنا قبل كده ان الكوريدور عباره عن عمليه تجميع لكل عناصر الطريق الثلاثه اللي هو المسار بتاعنا البروفايل بتاعنا والقطاع بتاعنا اللي هو السب اسمبلي بتاعنا او الاسمبلي بتاعنا وفي الاخر خالص بيطلع لي شكل طريق زي ما احنا شايفينه ايه بشكل ثلاثي ابعاد ولكن برضو الكوريدور ليه محددات وليه مجموعه حاجات كثيرة نقدر ايه نتعامل من خلالها ايه هي المحددات دي وايه هو الشغل بتاع الكوريدور وما الى ذلك آه نبتدي ندخل على صفحة ثانية هستاذنكم أو سوري ملف تاني أنا مجهزه بسم الله الرحمن الرحيم آه هنا آدي آه كوريدور كوريدور واحد دي كنا شرحناها حتى قبل كده بسم الله كوريدور واحد آه البرنامج الكوريدور بشكل عام لما بيجي يتعمل بيتعمل لما آه بنيجي نختار الشاشه بتاعته بيديني البارامترز بتاعته بيوجهني لمنطقتين او ثلاث مناطق لازم نشتغل بيهم اول واحده بيقول لي ايه هي التارجتس بتاعتك في حاله لو عندك تارجتس وايه هي الفريكونسي اللي عندك ايه هو التارجت وايه هو الفريكونسي التارجت ده في حاله لو انا عندي الطريق متغير الطريق ده مثلا بيوسع وبيقل او بيوسع بيوسع ويدي عرضه بيتغير عرضه يعني آه او ان الطريق دوت اللي عند منطقه مثلا السنتر لاين بيبقى ملتزم بالبروفايل وعند الايدج بتاع الطريق بيبقى ملتزم بمناسيب ثانيه مضطر ان هو يحترم مثلا مناسيب ثانيه غير الميول الجانبيه بتاعته تمام كده فدي تعتبر من الـ من التارجتس التارجت الثالث اللي هي الميول الجانبيه لغايه سطح الارض الطبيعيه يبقى كده هو عنده ثلاث انواع من من انواع مين انواع التارجتس فاحنا عملنا مثلا على سبيل المثال انا عندي اللوحه دي اللوحه دي فيها اسمبلي بنسميه فول سكشن واحد عندي هنا حاره على اليمين عرضها 15 متر وحاره على الشمال عرضها 15 متر وعندي سايد ووك عرضه 10 متر بالكربستون بتاعته ونفس الشيء بالكربستون بتاعته على الشمال. حلو. هبتدي اعمل كوريدور بسيط من الموضوع ده. انا عندي طريق زي ما احنا شايفين برضو 15 متر و10 متر عرض مين؟ عرض السايد ووك. هبتدي اقول له انا عايز اعمل كوريدور تمام؟ وهسميه آه ار1 مثلا تمام على سبيل المثال ونشوف صفحه الكوريدور اساسا بيقول لي ايه؟ بيقول لي الستايل بتاع الكرودور ايه اللي هو الشكل بتاعه ايه طبعا سواء ستايلات او الاكواد حاجه اسمها الكود سيت دول ممكن يتغيروا في اي وقت زي ما احنا عاوزين فمبدئيا إيه احنا بنشوف بس هنا ادي الكرودور بتاعي بيبقى المسمى بتاعه هنا لو حبيت اعمل له ديسكريبشن بعمله له من هنا وهنا بيقول لي نوع البيز لاين تايب هنا هتفرق على حسب الاصدار اللي انت شغال بيه لو انت شغال باصدار قبل 2017 مش هتلاقي الاختيار ده اللي هو الفيتشر لاين لكن من 2017 فما فوق هتلاقي اختيار الفيتشر لاين فيتشر لاين زي ما احنا قلنا وشرحناه قبل كده بشكل بسيط ان هو عباره عن خط ثلاثي ابعاد بيقبل ان هو يقبل كيرفات وما الى ذلك وانا بقى نحاول نوصل ان شاء الله في المحاضره الجايه نتكلم عنه شويه فيتشر لاين فلو انا حبيت اعمل آه كوريدور من فيتشر لاين ينفع من بعد 2017 ينفع ان انا اعمله ومجرد ما بختاره زي ما انتم شايفين انا في الالاينمنت هنا لو انا اخترت الاينمنت فبيقول لي اختار الالاينمنت اند بروفايل لان لازم يكون في بروفايل الالاينمنت بدون بروفايل مش هيظهر معاك في الليسته اللي هنا تمام يبقى لازم الالاينمنت يكون له بروفايل عشان ابتدي اعمل مين ابتدي اعمل الكوريدور مجرد ما بختاره فبيقول لي ايه هو الالاينمنت وايه هو البروفايل ليه لان الالاينمنت الواحد زي ما احنا قلنا ممكن يكون فيه كذا بروبوزل فانهي واحد انت عايز تستخدمه عشان تطلع الطريق بتاعك وطبعا ممكن تغيره في اي وقت بعدين يعني انا ممكن اعمل الطريق بتاعي واعمل مثلا خمسه بروبوزل على على سبيل المثال زي ما عملنا في البروفايلات قبل كده عملنا اتنين بروبوزل انا هعمل خمسه وعايز بعد كده اعمل كوريدور واشوف مثلا لو الكوريدور بتاعي دوت على البروبوزال واحد يديني كميه كم مقاطع وكم لارج وبعدين اغير بدل ما اعمل كوريدور من جديد لا اغير بس المنسوب التصميمي يعني اخليه بروبوزال اثنين مباشره يغير لي الكميات اخليه بروبوزال ثلاثه يغير لي الكميات وهكذا يبقى انا ممكن هو كوريدور واحد بس اغير عليه البروبوزال اللي هو الخاص بالبروفايل يبتدي يعدله او ان انا مجرد ما انا بختار الفيتشر لاين زي ما انتم شايفين هو قال لي الفيتشر لاين اللي موجود عندك المفروض يكون اسمه ايه والسايت بتاعه ايه ما سالنيش على منسوب ليه لان هو هياخد المناسيب مباشره من الفيتشر لاين الفيتشر لاين ملهوش بروفايل ولكن الفيتشر لاين كعنصر ليه مناسيب تمام كده على هذا الاساس على هذا الاساس هياخد مين هياخد من البروفايل بتاعه من سوري المناسيب بتاعته اما لو الاينمنت لا بيديني ايه بيديني الاوبشن ويقول لي مين ويقول لي ايه هو البروفايل الاينمنت والبروفايل ففي الحاله دي انا عندي الاينمنت بتاعي اللي هو رود 01 وعندي البروفايل بتاعي اللي هو الفينش تمام كده والاسمبلي بتاعي اللي هو الفول سيكشن اللي احنا قلناه فحالة لو انا عندي ميول جانبيه فبختار له من هنا مين؟ بختار له التارجت بتاعي، دي يعني مثلا تارجت الان جين، لان هو بيشوف الاسطح اللي موجوده في الرسمه ويبتدي يجيبها لك هنا، على اساس ان انت هتوديها فين على الميول الجانبيه بتاعتنا ولكن في الحاله دي انا ما عنديش ميول جانبيه فهتغاضى عن اختيار ال ان جي ال حتى لو انا اخترته ما فيش مشكله هو كده كده انا ما عنديش ايه ما عنديش ميول جانبيه في القطاع بتاعي تمام فبقول له نان زي ما انتم شايفين بيقول لي هنا سيت بيز لاين اند ريجنز يعني ايه؟ يعني التفاصيل بتاعه المين بتاعه الكوريدور اعمل لها سيت يعني ابتدي اعمل لها اعدادات فمعنى ان علامه صح يعني هتطلع تظهر لي ويندو ثانيه اللي انا بعمل فيها الاعدادات وانا بفعل عايز الويندو دي فبقول له اوكي ونشوف بقى الويندو دي مع بعض زي ما انتم شايفين انا عندي هنا اد بيز لاين وعندي سيت اول فريكونسيز وعندي سيت اول تارجتس بحيث لو انا عندي على سبيل المثال مخطط طريق مخطط يعني سكني في مثلا 10 طرق فانا ممكن اعمل العشر طرق كلهم في كوريدور واحد ازاي اللي انا بعمل كوريدور مثلا لطريق واحد طريق واحد منهم زي ما انا عامل كده وبعدين بضيف حاجه اسمها بيز لاين فبيضيف لي طريق تاني موجود معايا فابتدي البيز لاين ده مجرد ما بختار كلمه بيز لاين فبيقول لي ايه هو اسم البيز لاين وايه هو الالاينمنت بتاعك وايه هو البروفايل بتاعك تمام كده ودي ممكن نستعرضها شويه بعدين فانا ممكن اعمل كل كوريدورات المشروع بتاعي سوري كل طرق المشروع بتاعي في كوريدور واحد طبعا هي بتتقل الجهاز وبيبقى الشغل عليها اصعب بك... مش اصعب اتقل بجه... بكتير يعني ولكن انت لو المشروع كامل مثلا عندك مخطط فيه 20 30 طريق حاول تجمع كل خمس ست طرق مع بعض بحيث ايه يبقى العمليه مربوطه مع بعضها تمام انا ممكن اوريكم حتى امثله عندي اعملها كده ما تحطهمش كلهم في ملف واحد لان الملف هيتقل منك وهيبقى ايه الحركه في الملف ايه هتبقى صعبه شويه سيت frequencies لان انا هعمل الفريكونسي بتاعت كل القطاعات يعني هو هنا set all يعني على هيشغلهم على الكل اما هنا انا عندي اختيار ان انا اختار الريجون هنا او اختار الـ 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 الطريق كله على بعضه يعني ايه؟ دلوقتي نشوف هنبتدي ناخد الفريكونسي العادي بتاعي انا عندي هنا الفريكونسي ده فبقول له فريكونسي اللي هو زي ما بيسموه هو مش تردد هو تكرار القطاع على ال اسمه ايه دوت الالاينمنت بتاعي احنا هناخد دلوقتي معلش هستاذنكم هناخد زي ما هو التفاصيل زي ما هي مش هنغير اي شيء وبعدين هنرجع نرجع نغيره ونشوف تفاصيلها ايه هقول له مثلا هنا اوكي واقول له ريبيلد للكوريدور زي ما انتم شايفين هو عمل لي ايه عمل لي الكوريدور بتاعي ده طبعا انت مش شايفه بشكل كويس بتضغط عليه وبتقول له انا عايز اشوفه الاوبجكت فيور تمام نفتح الشاشه دي ونقول له والله ورهنا من هنا كده نبتدي نشوف زي ما احنا قلنا سابقا ان البرنامج بيعمل ايه؟ البرنامج بياخد القطاع بتاعك طبعا هو هنا 3 دي 3 دي, دي واير فريم طيب بياخد القطاع بتاعنا زي ما احنا شايفين ان انا اهي انا عندي حاره على اليمين وبعدين عندي الكربستون ستون وبعدين عندي الرصيف ونفس الشيء على الشمال عندي حاره والكربستون ستون والرصيف. البرنامج بيبتدي ياخد القطاع بتاعنا من نقطه مين؟ من نقطه السبق السمبل اللي هي نقطه مين؟ انا عندي في الحاله دي نقطه السبق السمبل اللي هي النقطه دي. تمام كده بياخد القطاع بتاعي ويبتدي يكرره على المسار ويدي له نقطه البروفايل منها يعني النقطه النقطه دي هي نقطه البروفايل في نفس الوقت نقطه على المسار تمام كده والفريكوانسي قصده ايه هو مكرر كل قد ايه زي ما انتم شايفين هنا المسافه كبيره مثلا ممكن تكون 10 متر ممكن هنا تكون 10 متر وبعدين هنا قلت وبعدين هنا قلت جدا تمام كده وبعدين زادت تاني وبعدين قلت قلت زادت زادت طب هي هو ده اللي ما يسمى الفريكونسي الفريكونسي اللي هو تكرار القطاع على طول المسار تكرار القطاع على طول المسار طيب اقدر اتحكم منه فين طبعا شاشه البروبرتس بتاعت اللي هو الكوريدور طبعا اختفت معايا ولكن اقدر ارجع لها مجرد ما بضغط على الـ 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 الكوريدور بتاعي وابتدي اقول له كوريدور بروبرتس من فوق على الشمال هنا تمام تظهر معايا الويندو دي ده اسم الكوريدور بتاعنا لو حبينا نغير الاسم هنا البارامترز اللي هي الايه نفس الشاشه اللي كانت ظهرنا لنا هناك بحيث نقدر نعدل منها الايه التفاصيل بتاعتنا هنبتدي ندخل على الفريكونسي الفريكونسي دي اللي هو الايه زي ما قلنا تكرار القطاع التصميم بتاعك على طول الطريق هيكون فايدته ايه الفريكونسي في حاله لو انا عايز اظهر طريقة او احسن شكل الطريق او الطريق الفعلي النهائي بشكل كويس بزود الفريكونسي خاصه في مناطق الكيرفات لان هو كل ما هنالك لو احنا كان عندنا كيرف طبعا هنشوف مثال تاني بعد كده يكون في كيرف لو في منطقه فيها كيرف والمسافه ما بين الخط لان هو كل ما هنالك بيعمل ايه؟ بيحط قطاع هنا وبيحط قطاع تاني زي ما احنا شايفينه هنا ويبتدي يوصل خطوط مستقيمه من القطاع من النقطه دي لمثيلتها في النقطه دي يعني نقطه الكراون او نقطه الطب الاسفلت هنا هيوصلها بنفس نقطه الطب الاسفلت هنا بنفس نقطه الطب الاسفلت هنا ودي شفناها بالفعل لو احنا عملنا الاوبجكت فيور تمام أي زي ما انتم شايفين هتلاقي ايه في خطوط واصله يعني مثلا في خط اهو وصل من البوتوم هنا للبوتوم هنا تمام كده وفي وص... خط وصل من النقطه دي للنقطه دي لان البرنامج هو ده عمليه الموديلنج بتاع مين بتاع الطريق ان هو بياخد القطاع بتاعك من قطاع واحد لا بيحط مجموعه قطاعات ويبتدي يوصل ما بينهم خطوط الخطوط دي بتاخد مناسيب بياخد منسوب من هنا ومنسوب من هنا ومنسوب من هنا وفي الاخر يكون لك سطح يجيب لك شكل إيه؟ شكل الطريق بتاعك بشكل ثلاثي ابعاد اللي هي الموديلنج بتاعه الطريق تمام كده؟ وبيبتدي يوصل زمان شويه بيعمل برضه مثلثات يعني دي تاخد خطوط كلها هتبقى خطوط مثلثات بعد كده. طيب آه فالفريكونسي بتاعنا طول ما بيقل الفريكونسي يبقى عدد الايه؟ عدد النقاط على القطاعات بشكل عام بتزيد فالمسافه او شكل القطاع او شكل الطريق بشكل عام بيتحسن ولكن لا يفضل مثلا على سبيل المثال في الخطوط المستقيمه ما, ما تزودش قوي يعني ما تعملوش مثلا كل نص متر في الخطوط المستقيمه ليه لان هو اوريدي هياخد خط مستقيم من النقطه دي للنقطه دي, دي فانت ايه فايده اللي انت تعملها مثلا كل 5 متر او كل 2 متر او كل ما الى ذلك لا يفضل بس في مناطق الكيرفات وده هنشوفها ان شاء الله ايه متقدمه في سوري في جزء متقدم من المحاضره دي ففي الحاله دي يفضل لو هو في خط مستقيم حاول تخلي الفريكونسي شبه ثابت وزي ما احنا هنشوف بعد كده برضو ان الفريكونسي ده هيعتمد عليه في عمليه استخراج البيانات بمعنى ايه؟ لو انا هستخرج البيانات بتاعه الطريق بتاعي بعد كده انا عايز اطلع البيانات دي عشان ابتدي اشتغل بيها في الموقع لو انا هستخدم عايز استخرج كل 5 متر يبقى الفريكونسي بتاعي لازم يطلع كل 5 متر اي ان الفريكونسي بتاعي لازم يطابق نفس الانترفال اللي انا هطلبه بعد كده يعني مثلا على سبيل المثال زي ما احنا شايفين هو في هنا على ستيشن 10 حلو كده وفي هنا مثلا دي ستيشن تقريبا 15 سوري هنا ستيشن 100 واحنا قاعدين وهنا, وهنا في ستيشن 25 فلو انا جيت بعد كده قلت له والله انا عايز ستيشن 125 طلع لي بيانات مش هيطلع لي بيانات ليه؟ لان مفيش قطاع تصميمي هنا فالبرنامج مش مش هيعمل مش مش هيخترع من عنده لا هو مباشره هيبتدي مين؟ هيبتدي يجيب الداتا بتاعتها بحاله لو في قطاع هنا لازم ساعتها بنزود فريكونسي وبنحط له قطاع هنا عشان يبتدي يطلع البيانات عليه ودي هنخليها لقدام شويه. فيعتبر الفريكونسي هو ايه؟ زيادة عدد القطاعات على مين؟ على المسار نفسه. فلو انا بتغطي هنا وقلت له بروبرتس لو بروبرتس وقلت له انا عايز الفريكونسي. في حالة لو انا مقسم الطريق مجموعة ريجون زي ما احنا عملنا من شوية قسمنا طريق ثلاثة ريجون. عملنا ريجون ياخد نوع من الطرق آه سوري نوع من الـ من السيمبلي ونوع ثاني. ففي حالة التقسيم بيظهروا هنا متقسم كذا حاجه ولكن هنا هو البرنامج اخذ الكوريدور بتاعي المسار بتاعي طوله كله 279 متر فاخده كله واحد لو انا حبيت افصله طبعا التولز اللي موجوده فيه تولز هنا اللي هي الموديفاي ريجونز انا هعمله بس فصل دلوقتي مبدئيا كده سريع فبقول له سبلت ريجون فبيقول لي فين زي ما انتم شايفين لما بتيجي تقف انت على ال... على الكوريدور بيعمل هايلايت باللون الازرق تضغط عليه بيقول لك انت عايز تعمل سبلت فين عايز ت... تفصل الكوريدور فين ففي الحاله دي مثلا هفصله في النقطه دي تمام كده زي ما انتم شايفين هيفصل لي جزء هنا وجزء هنا ولكن الكوريدور حتى الان وحده واحده وكل ما هنالك فصله لي فين فصله لي هنا في الشاشه بتاعة البروبرتس اهو قال لي والله انت من ستيشن صفر لحد ستيشن 225 اللي معمول لها هايلايت زي ما احنا شايفينها كده المنطقه دي كلها ليه؟ لان انا ممكن اتحكم في الفريكونسي الخاص بالمنطقه دي فقط ممكن اتحكم في التارجتس الخاصه هنا وممكن اغير اغير مين اغير السكشن او الاسمبلي في المنطقه دي ولكن ما ينفعش اغير البروفايل في المنطقه دي لوحدها لان زي ما شايفين الطريق الاساسي اللي فوق اهو ده الهوريزنتال بتاعه وده وده الفيرتيكال بتاعه يبقى ده هيبقى ثابت على الكل يعني انا قصدي ما ينفعش لو انا عندي اتنين بروبوزل ما ينفعش اعمل نص بروبوزل هنا ونص بروبوزل هنا لا البروبوزل بيتم على الكل ولكن القطاعات نفسها بتتغير من هنا لهنا ممكن اعمل هنا قطاع نص اعمل هنا قطاع كامل اعمل هنا قطاع بميول جانبيه هنا من غير ما فيش مشكله كل ما هنالك اللي انا عملت له سبليت فلما عملت له سبليت اتقسم لي هنا اثنين زي ما انتم شايفين القطعه الكبيره اللي هي دي كده والقطعه الصغيره اللي هي دي وممكن في اي وقت اغير يعني مثلا والله ده هخليه على ال 200 مثلا او 150 تمام وده هخليه على كام؟ على 100 150 تمام كده وبقول له ابلاي ريبيلت للكوريدور هاي انا سوري ما خدش 150 ريبيلت للكوريدور تمام يبقى زي ما انتم شايفين هو فصلوا لي فين فصلوا لي في النقطه دي بالظبط لو انا جيت قلت له انا عايز كوريدور للبروبرتس بتاعتي اهو يبقى القطاع الاولاني اللي هو اول أو 150 متر القطاع الثاني بادئ من 150 متر لحد اخر ايه اخر ستيشن عندي طبعا عمليه الفصل دي احنا بنعملها في حاله لو انا هعمل كذا قطاع مختلفين تمام والفكره برضو ان انا ممكن احدد فريكونسي خاص بالمنطقه دي احدد اسمبلي خاص بالمنطقه دي او احدد تارجتس بتاعتي خاصه بالمنطقه دي تمام ففي الحاله دي انا هعمل لهم دمج تاني يعني انا مش عايز اخليهم منفصلين تبتدي تضغط هنا وبقول له انا عايز اعمل بسم الله الرحمن الرحيم ميرج ميرج ريجونز والله ده مع ده تمام زي ما انتم شايفين لو رجعنا في شاشه البروبرتس هيبتدي يقول لي والله لا انت بدات من البدايه لحد ايه لحد النهايه كلها في كوريدور ايه في, في اسمبلي واحد سوري في, في, ريجون واحد تمام دي بتتسمى ريجونز المنطقه دي بتتسمى ريجون طب لو انا حبيت بقى اعدل الفريكونسي نفتح نشوف شاشه الفريكونسي عامله ايه نضغط هنا بص يا شباب دلوقتي انا عندي شاشه الفريكونسي بيقول لي والله عند الهوريزنتال بيز لاين وعند الفيرتيكال وعند الاوفسيت ثلاث عناصر الهوريزنتال اللي هو الخط المستقيم نفسه هو بيقول لي الونج تانجنت يعني الخطوط المستقيمه عامل لها كل كام ففي الحاله دي بقول له مثلا كل 10 متر هنا بقى على حسب مين على حسب الداتا اللي انا هطلعها ان شاء الله بعد كده وعلى حسب جوده الطريق اللي انا عايز اشوفها عامله ازاي في الحاله دي أقول له مثلا كل 10 متر في الخط المستقيم في الكيرف هقول مثلا كل 5 متر او كل 2 متر ونص في السبايرال اللي هي المناطق الانتقاليه ما بين المنحنيات الانتقاليه ما بين الخط المستقيم والكيرف او ما بين الكيرف والكيرف في الحاله دي انا ما عنديش اساسا سبايرال فما فيش مشكله يعني لو انت ما عندكش الحاله مش موجوده فما فيش مشكله تعدلها او ما تعدلهاش. في بقى مجموعه نقاط احيانا انا شخصيا بلغيها ولكن هي احيانا بتبقى كويسه واحيانا بتسبب لك شويه مشاكل في الـ في الكوريدور اللي هي ايه؟ اللي هي الجزئيات دي. هو بيقول لي اد هوريزنتال جيومتري بوينت يعني ايه؟ يعني الهوريزنتال جيومتري بوينت عنده النقاط الجيومتري بتاعت الهوريزنتال كيرف اللي هي بدايته والمنتصف بتاعته ونهايته فهو هيزود لك قطاعات على المناطق دي زي ما انتم شايفين هنا مثلا زي كده هو مزود هنا قطاعات على المناطق دي حلو كده آه ليه؟ لان المناطق دي مثلا هتيجي زي ما انتم شايفين في حاجات تغيرت في الفيرتيكال نفسها نفس الشيء في الهوريزنتال نفس الشيء في الفيرتيكال في الحاله دي انا بقول له غالبا بقول له نو no. انا مش عايز اشوف سواء في السوبر اليفيجن كريتيكال بوينت او في الهوريزنتال بس انت ممكن للدقه الاكثر ممكن تخليها يس ما فيش مشكله اتس اه اب يعني ولكن احيانا بتعمل لنا شويه ايه بتعمل لنا شويه مشاكل اه هنا في الفيرتيكال نفس الشيء انت عايز على على القطاع اه سوري على القطاعات كل قد ايه ففي الحاله دي انا هقول له كل 10 متر زي الهوريزنتال زي الفيرتيكال تمام كده وفي الجيومتري عدد أه فيرتيكال أه جيومتري بوينتس اللي هي مين بدايه المنحنى الراسي ومنتصف المنحنى الراسي ونهايه المنحنى الراسي تمام كده وهنا في اللو بوينت والهاي بوينت ممكن برضو تضيف ايه قطاعات انا في الحاله دي برضو مش عايز اضيفهم طبعا انت ممكن تضيفهم مفيش مشكله هنا بقى في التارجتس في حاله لو انا هيكون عندي تارجت خارجي في الاوفس التارجت انا عندي تارجت خارجي هو هيزود لي نقاط على التارجت الخارجي بس هو حاليا انا ما عنديش تارجت خارجي فمش هي... مش هيهمني في شيء وبقول له اوكي وبقول له اوكي مجرد ما بقول له ريبيلد زي ما انتم شايفين انتظمت المسافه ما بين كل قطاع والتاني لو احنا حتى شيكنا عليها ما بين هنا وما بين هنا هتطلع كام؟ هتطلع 10 متر تمام وفي نفس الوقت شدي الخطوط الزياده اللي كانت موجوده ليه؟ لان انا قلت له في الفريكونسي شيلها لي طب هل انا كل مره عشان برضو ايه نتعود على السرعه الى حد ما هل احنا كل مره بنخش جوه البروبرتيز هنا ونعدل من جوه؟ لا في طريقه اسرع واسهل انت عايز تعدل من هنا ايه الفريكونسي ادي اديت ايديت فريكونسي بتضغط عليها وبتضغط على الريجن اللي انت عايزه بيطلع لك شاشه الفريكونسي مباشره يبقى يعني انت مش كل شويه تدخل على شاشه مين البروبرتيز انت من هنا تقدر تعدل كل شيء على سبيل المثال انا عندي عنديش هنا أنا بس عندي هنا في الفيرتيكال هقول له يس وهقول له يس, يس ونبتدي نشوف هنلاقي ايه في شويه خطوط زياده هيظهروا معانا اهو زي ما انتم شايفين في خطوط ظهرت هنا وخطوط ظهرت هنا وهنا دول بتوع ايه ادي الفيرتيكال كيرف بتاعنا انا عندي نقطه الزياده اللي هي النقطه دي هيظهر عليها قطاع والنقطه دي يظهر عليها قطاع والنقطه دي يظهر عليها قطاع ونقطه الهاي بوينت هيظهر عليها قطاع نفس الشيء في اللو بوينت والبدايه والنهايه يعني هنلاقي مجموعه نقاط ظهرت فين على القطاع بتاعي او على سوري على الكوريدور بتاعي ليه لان انا كل ما هنالك انا زودت له قلت له هات مين في الفيرتيكال زود لي عند نقاط الجيومتري بتاعه الفيرتيكال واللو بوينت والهاي والهاي بوينت طبعا هي مفيده اللو بوينت والهاي بوينت بس الفيرتيكال مش مش مفيده قوي بس مبدئيا اتس اب تو يو انت عايز تظبطها او لا انت ترجع ايه ترجع لك انت بس هو احيانا بالذات في الكالدو ما كانتش بتظبط فكنا بنشيلها مباشره مجرد ما هقول له اوكي يرجع كده يبقى دي فكره الفريكوانسي اللي موجوده فين في البرنامج اللي هي عمليه تكرار القطاع على الخط بحيث يظبط لي شكل القطاع بشكل عام ويطلع لي جوده احسن للخط ولكن طبعا بتقل الايه بتقل الملف معاك وبتقل الجهاز طول ما انت شغال طيب دي اول حاجه تاني حاجه عندنا في القطاع لو دخلنا على شاشه البروبرتس عندي حاجه اسمها التارجت نبتدي نفتح التارجت ونضغط عليه هنا اه معلش في جزئيه بس في الفريكونسي زي ما انتم شايفين مجرد ما انا غيرت كانت الاول قيمه 20 فانا عندي هنا القيمه 10 5 20 فراح جايبها لي هنا قال لي فارياس فارياس يعني متغيره وقصده متغيره ان ان الكيرف مش زي السبايرال مش زي الخط المستقيم لكن لو كان كلهم واحد على سبيل المثال انا هعمل هنا 10 وهنا 10 وهنا 10 وهنا 10, وهنا 10, وهنا 10 مثلا واقول له اوكي انا لاقيهم كلهم 10 فما فيش مشكله بالنسبه له لو حاله لو انا عندي كذا ريجون وعايز اطبق عليهم مره واحده لان انا هنا بعدل في الريجون الواحد بس لكن انا عندي كذا ريجون للالاينمنت ده فقط فببتدي اضغط هنا وبعدل يبقى التعديل اللي هيتم هنا هيتم على كل الريجونز اللي تحت البيز لاين ده او تحت السنتر لاين ده طب افرض انا عندي الكوريدور كامل في 10 سنتر لاينز وعايز اعدل الفريكونسي على الكل يبقى كل 2 متر ونص نختار من هنا سيت اول فريكونسيز دي هيعدل على كل الايه كل الخطوط اللي موجوده معانا في الرسم طيب حاجه ابتدي على التارجتس نفس الشيء فبقول له انا عايز اشوف التارجتس زي ما انتم شايفين هو عنده ثلاث انواع من انواع التارجت تارجت سيرفيس اللي هو السطح والتارجت الثاني اللي هو الودز اند اوفست تارجتس اللي هي العرض تمام كده وسلوب اند اليفشن تارجت اللي هو التارجت بتاع مين التارجت بتاع المنسوب التارجت بتاع مين بتاع المنسوب طيب في لو انت عندك دي لايت فهو بيقول لك انت الدي لايت بتاعك هتبص على سطح ايه مجرد ما تتخطط تضغط له هنا وتقول له والله مثلا على إني جي ال وتقول له اوكي يبقى خلاص هو هيعمل الدي لايت على ان جي ال ولكن انا ما عنديش دي لايت فما فيش مشكله ما اختارهوليش هنا الودز تارجت العرض ايه بقى اللي ظهر معايا هنا؟ طبعا المتغيرات هنا المنطقه دي كده هتتغير من قطاع للتاني، شكل قطاع لشكل قطاع تاني، ليه؟ لان دي الاسمبلز اللي موجوده معاك في القطاع واللي بتقبل عمليه التارجت بتاعتك، التارجت اللي هو اللي هي عمليه التوسعه. في عناصر ما بتقبلش توسيع زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، نستاذنكم نرجع باك باك، تمام؟ لو ضغطنا على كنترول وثلاثه وجينا مثلا على البيزك وقلنا له عايز بيزك لين، كليك يمين وبقول له بروبرتس تمام؟ وابتدي انزل ايه؟ انزل تحت شويه هنا زي ما انتم شايفين تارجت باراميترز مفيش حاجه يبقى التارجت باراميترز نان يبقى انا عندي لو انا اخترت طريق عملت طريق وعملت له حاره اللي هي بيزك لين وقلت له تعالى بعد كده وسع لي الطريق مش هيوسع ليه؟ لان مثلا على سبيل المثال هنعمل آه... قطعتين تاني معلش نش... اسملي كده سريعا 0 2 حلو وبقول له ده هنا واعمل بيزك لين يمين لين شمال زي كده تمام وهاجي للكوريدور ده اقول له بروبرتس واقول له والله عدل لي السامبل السكشن بتاع اللي هو بقى 0 2 تمام وجيت في بصيت في التارجتس هيقول لي نو تارجت فاوند ان ذس سكريبت ليه لان اساسا الحاره اللي انا مستخدمها اللي هي البيزك لين دي ما فيهاش تارجت طب افرض مثلا على سبيل المثال انا هقول له هشيل واحده من دي حلو وهبتدي احط لين اللي هي ايه لين اي دي اللي فيها ايه اللي فيها التارجتس بتاعتي تمام ونفس الشيء هبتدي اضغط على الكوريدور واقول له والله يعمل لي تعديل واختار لي النوع اللي هو مين النوع 02 بقول له اوكي واقول له التارجت هنا فتح لي التارجت ولكن زي ما انتم شايفين قال لي والله انت عندك حاره اسمها لين سوبر اي او ار على الرايت سايد هنا بيقول لي على الرايت سايد وتقدر تديها تارجت في توسعه وتارجت في مين في منسوب تمام كده ولكن الحاره على الشمال لا ما بتقبلش يبقى عشان كده الليستة اللي موجودة هنا ممكن تختلف من شخص للتاني أو من من مشروع للتاني على حسب الأسمبلي اللي أنت مختاره. على حسب الأسمبلي اللي أنت مختاره. فأي حارة أنت عايز تعرف تنفع معاك ولا لا كليك يمين عليها تقول له الهيلب ده أحسن دليل يعني عشان ما ترجعوش تسألوني بعد كده. <applause> وهنيجي هنا في التارجتس هو راجل بيقول لي والله أنت التارجتس عندك ممكن تارجت توسعة وتارجت أوتسايد إليفيشنز يعني إيه أوتسايد إليفيشن يعني المنسوب الخارجي. طب المنسوب الداخلي المنسوب الداخلي اوريدي مرتبط بالسنتر لاين او مرتبط بالحاره الملاصقه لها اما المنسوب الخارجي بتاعك انت ممكن تغيره بناء على الايه الحاجه اللي بره طب اللي بره دي عباره عن ايه بروفايل لاينمنت او 3 d بولي لاين او فيتشر لاين او سيرفي فيجر تمام كده زي ما احنا كنا اتكلمنا عنها حتى تقريبا في المنطقة المحاضره اللي فاتت بحيث لو انا بربط على طريق اكزيستنج موجود على اليمين وعايز اربط عليه اعمله بس 3 دي بولي لاين وتيجي بعد كده تقول له والله ايه انا عندي تارجت التارجت ده هيكون نوعه مين؟ هيكون نوع elevation وبتختار 3 دي بولي لاين. طب في الحاله دي احنا يعني على نفس القطاع اللي موجود ده اهم شيء بقى عشان كده لما نيجي نشتغل لازم تسمي كل حاجه من الحاجات بتاعتك يعني ايه انا عندي دي حرر على اليمين لو قلت له كنترول واحد ده الاسم بتاعها في شاشه مين في السوبر ماركت لو جينا فتحنا حتى كنترول و3 استاذنكم كنترول و3 ادي الحاره بتاعتي اسمها لين سوبر اي او ار حلو وهنا نفس المسمى انا ما غيرتوش لين سوبر اي او ار فيفضل لا تسمي كل حاجه عشان يبقى اسهل عليك معرفتها اثناء عمليه التارجتس بحيث لو انت هتستخدمها في التارجت ففي الحاله دي هقول له لا والله دي اسمها ار تي مثلا لين يبقى دي الحاره اللي على الايه؟ اللي على اليمين انا اسف ما قلتوش ار تي داش لي تمام كده ونفس الشيء دي هسميها ال تي اللي هو الريفت سايد داش لي تمام كده لو انا جيت بعد كده وقلت له انا عايز اشوف التارجتس بتاعتي هنا طبعا نفس الشيء انا مش محتاج ادخل على قائمه Properties. عندي هنا ايه اديت دا... تارجتس اضغط عليها واختار له على الريجون هيطلع لك نفس الويندو اهي زي ما انتم شايفين انا عندي الحاره اللي على اليمين اللي اسمها هي اسمها ار تي لين دي على اليمين اهي وفي اختها هنا على ايه على الشمال يفضل ان انت تسمي ليه لان لو انت عندك كذا حاره هتلاقيهم موجودين هنا يعني مثلا في القطاع بتاعنا اللي هو في في الصفحه الثانيه اللي هي دي انا عندي كام حاره هنا انا عندي ثلاثه يمين وثلاثه شمال فلو انا جيت على الكوريدور بتاعي ده اخترته وقلت له والله انا عايز اعمل له ايديت تارجتس ونشوف كده زي ما انتم شايفين عندي حاره الثانيه اهي حاره الثانيه الثالثه طب انهي واحده اللي هتوسع انا مش عارف ليه عشان انا ما سميتش اتليست سمي اللي انت هتغيرها تمام كده عندي ثلاث حارات يمين اهم وعندي اخواتهم على الشمال ثلاث حارات شمال برضو اني واحده لا توسع مش عارف تمام واللي تاخد توسعه بتاخد مين بتاخد سلو يعني اللي بياخد النوع اللي بياخد توسعه بيقبل يعني تارجت توسعه بياخد نفسه ايه تارجت ايه تارجت منسوب تمام ففي الحاله دي نرجع للمثال البسيط بتاعنا عشان يبقى ايه العمليه واضحه بالنسبه لنا يبقى انا عندي لو انا حبيت اعمل اي تارجت بضغط على المشروع بتاعي او سوري الكوريدور بتاعي واقول له ايديت تارجت حلو بختار له الريجون اللي انا شغال فيه وبقول له انهي واحد اللي هيوسع انهي واحد اللي يجي طيب هو في الحاله دي انا ما عنديش اي توسعه فما فيش مشكله الطريق كده بالنسبه لي تمام حلو آه لو انا بصيت على الطريق وقلت له اوبجكت فيور زي ما شفنا يجيب لي شكل الطريق زي ما احنا شايفين كده ماشي في نفس الوقت لو انا اخترت له النوع هنا كونسبشوال زي ما انتم شايفين هتلاقوا الطريق ايه الطريق موجود معايا ولكن انا بص كده هنلاقي في فراغات هنا شايفين ليه؟ لان البرنامج كل ما هنالك هو عمل لي فيل للمنطقه شكلا بس فيل للمنطقه ما بين القطاع والتيني ولكن المناطق اللي زي كده ما عملهاليش فيل يفضل ساعتها ان احنا نعمل ايه؟ لأنه حتى لان حتى الان لو احنا جينا في الاسطح هنلاقي بس سطح الارض الطبيعيه اللي موجوده ولو انا جيت حسبت كميات البرنامج بيحتاج سطحين طب السطح الثاني فين؟ هو حتى الان البرنامج مش شافش السطح الثاني فعشان كده ال 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 الكوريدور نفسه لو جينا في شاشه البروبرتس زي ما احنا اخترنا هنا انا عندي تالت حاجه اسمها الكودز والفيتشر لاينز دي اللي انا لهم بعدين رابع حاجه هنا او خامس حاجه هنا اسمها السيرفس اللي هو السطح. فالمعنى ان انت تعمل كوريدور تمام انت كده عملت الشكل الشكل الكوب... الضريبي بتاعك ثلاثي ابعاد ولكن لم ت... لسه لغايه دلوقتي ما عملتش سطح يمثل التوب او البوتوم بتاع مين؟ بتاع السطح بتاع الكوريدور بتاعك. يعني انا عايز اشوف فعليا بقى شكله مع الارض الطبيعيه عامل ازاي فببتدي اعمل له حاجه اسمها السطح. السطح ده كل ما هنالك ان البرنامج بقول له انا عايز اعمل سطح جديد واضغط على الايقونه دي هسميه مثلا ار واحد توب يبقى ده كده سطح التوب ماشي برضو انا لغايه دلوقتي عملت توب وبقول له اوكي ريبيلد تمام وظهر معايا السطح هنا ماشي فاجي هنا اعمل كليك يمين واقول له سيلكت وابتدي ابص على مين على السطح بتاعي ماشي نبص كده مفيش حاجه ليه لإن أنا عملت زيه زي نفس فكرة السطح الجديد، لما بعمل سطح جديد السطح بيبقى لسه فاضي، لازم بحط له عناصر. تمام كده؟ لازم أحط له مين؟ لازم أحط له عناصر. إيه هو العناصر اللي أحطها هنا؟ يبقى هرجع تاني للكوريدور وأقول له والله إديني كوريدور بروبرتس والسطح. آدي العناصر اللي عندي، يا إيه إما بحط له حاجة اسمها فيتشر لاينز، يا إما بحط له حاجة اسمها لينكس. إيه اللينك وإيه الفيتشر لاين؟ نرجع تاني للأسمبلي بتاعنا. اللينك زي ما احنا زي ما احنا شفنا قبل كده حتى في في الشكل ده اللينك اللي هو الخطوط سواء الخطوط اللي واصله ما بين النقاط بتاعة القطاع فلو انا جيت هنا وبصيت على القطاع بتاعي اللي انا شغال بيه انا عندي نقطه هنا حلو كده اللي هي النقطه اللي قرفت عليها بيقول لي دي نقطه اسمها كراون واصل خط عباره عن لينك واصل من النقطه دي لحد النقطه اللي هي هنا اللي لو احنا بصينا عليها دي ار انتر مرتين اللي هي دي اسمها اي تي دبليو واصل ما بينهم خط لينك تمام كده؟ لو انا حبيت ابص اللينك ده موقفه ايه؟ برجع تاني للكنترول 3 بشوف الحاره اللي انا مختارها دي واعمل كليك يمين وبقول له هيلب وبرجع اشوف اسم الكود ده عباره عن ايه؟ تمام؟ برجع تحت خالص انا عايز اعمل كود توب يعني الخط اللي يمثل توب الاسفلت اللي فوق اللي هو اسمه ال1 لو انا جيت هنا وقلت له ال1 ده الكود بتاعه ايه؟ ادي ال1 بيقول لي والله الكود بتاعه يا اما كلمه توب يا اما كلمه بيف هو عامه لو انت هتعمل سطح توب فبتختار ما هو اسمه توب وهتعمل سطح بوتوم بتختار كل ما هو اسمه ديتوم حلو كده يبقى توب بعد اختارها توب ولو بوتوم تختار كلمه مين تختار كلمه ديتوم ادي ديتوم اللي هو ال 5 لو انا بصيت عليه ادي ال 5 اللي هو الخط الايه الخط السفلي طيب يبقى انا كده هرجع للبرنامج تاني ادي هرجع للكوريدور بضغط عليه وبقول له والله نفس الشيء بدل ما اضغط هنا ممكن اقول له ايه كوريدور سيرفيسز يبقى كل عنصر من العناصر اللي موجوده في الشاشه دي موجود معايا فين موجود معايا هنا مجرد ما حضرتك له كوريدور سيرفيس فبيقول لي انت عملت سطح توب ولكن حتى الان فارغ ما فيهوش اي تفاصيل فبقول له والله انا عايز لينك اللي هي اللينكات اللي هي الكود بتاعها ايه انا عندي زي شوف تشوف وعندي ديتا ففي الحاله دي انا بقول له انا عايز التوب وبقول له علامه الزائد عشان يضيفه فين؟ يضيفه هنا ادي ضفه هنا التوب عندي هنا حاجه اسمها اوفر هانج وعندي هنا از اد از ابري لاين خلينا دلوقتي من الاثنين دول هنخليها زي ما هو احنا ما ضفناش كل ما انا ضفت اللينك بس وهقول له اوكي ومش هخش في التفاصيل الثانيه دلوقتي انا هخش لها بعدين زي ما انتم شايفين مباشرة ده ظهر معايا السطح هنا لو انا ضغطت ادي السطح التوب بتاعي ولو انا قلت له اوبجيكت فيور ونبتدي نبص عليه ادي السطح بتاعنا شكله لذيذ وجميل زي ما انتم شايفين واخد الكيرفيتشر طبعا هو طريق ايه في كيرفيته هو. كيرفيت اهو كيرفات راسيه زي ما انتم شايفينها تمام او لو احنا بصينا عليه حتى من الجنب كده مثلا من ليفت او مش خط مستقيم لان انا واخد كيرفات زي ما احنا شايفين زائد في نفس الوقت اخد مين؟ اخد التفاصيل بتاعتي ادي نقطه الكراون حتى عاليه قوي في النص اهي تمام خط الكراون مش هيبقى معاك ولا لا ادي خط الكراون وعندي هنا السايد ووك يمين وسايد ووك ايه؟ سايد ووك شمال حلو ده كده سطح مين؟ سطح الطب نفس الشيء انا ممكن اضغط على الكوريدور وابتدي اقول له كوريدور سيرفيسز وابتدي اعمل له سطح تاني السطح ده يمثل سطح مثلا مين؟ البوتوم حلو وساعتها بختار له من هنا مين الداتا بختار من هنا الداتا وبقول له مين وبقول له اد مجرد ما بقول له اوكي ريبيلد للكوريدور زي ما انتم شايفين ظهر سطح تاني معايا اهو اللي هو ده ده سطح البوتوم برضه اشوفه كده اوبجيكت فيور موقفه عامل ازاي ده سطح مين سطح البوتوم بتاعي طبعا التفاصيل مش هتبان قوي هنا زي ما هنشوف ايه في في القطاعات التانيه حلو طيب يبقى انا كده عملت سطح توب وعملت سطح بوتوم يبقى انا كده الكوريدور اقدر اعمل منه الاول اللي يفضل انا اظبطه لل اظبطه لل... لل... بسم الله الرحمن الرحيم اظبطه بشكل عام ل... ك... ك... كفريكونسي وكتارجت والكلام ده كله وبعدين بعمل مين؟ سطح التوب وسطح مين؟ سطح البوتوم طيب انا هقفل بس سطح التوب والبوتوم مش عايز اشوفهم مبدئيا اديت بوردر اونلي او نو ديسبلاي خلينا نو ديسبلاي افضل اديت اقول له نو ديسبلاي تمام حلو هبتدي بقى استخدم التارجتس انا عايز اشوف التارجتس دي هستخدمها ازاي هبتدي بس انا افتح بس استاذنكم افتح باركنج كده طيب ادي آه الكوريدور بتاعي ماشي وزي ما انتم شايفين عندي خط هنا لونه ابيض اسود لونه احمر خط احمر هنا وفي خط لونه اصفر هنا وخط لونه اصفر هنا طيب انا عايز ابتدي اعمل ايه أنا عندي طريق ماشي بعرض ثابت اللي هو 15 متر وبعدين هيبتدي في منطقة هنا هيبقى في باركنج يمين وباركنج شمال، المنطقة دي عرضها غالبا والله ما أنا متذكر أنا آسف من, من هنا لحد هنا عرضها 5 متر، يبقى يعني أنا عندي باركنج عرضه 5 متر ماشي كده وبعدين بيرجع تاني. هل أنا ملزم هنا إن أنا أعمل قطاع مرة يبقى عرضه 15 وقطاع مره عرضه 20 عشان ابتدي اشتغل لا انا بستخدم هنا فكره التارجتس طول ما هو القطاع واحد نفسه ما اتغيرش يبقى ما فيش مشكله انا مش محتاج اعمل قطاع ايه مش محتاج اعمل قطاع تاني ولكن كل ما هنالك ان انا هبتدي اعمل ايه هبتدي اعمل تارجتس او اختار تارجتس للايه للمشروع بتاعي نبتدي يعني نشوف التارجتس بالطريقه الغلط وبعدين بالطريقه الايه الطريقه الصح هي إيه مش غلط بس يعني نشوف موقفين ايه فهبتدي اقول والله ايه التارجت انا عايز اعمل تارجت وبختار له هنا وبقول له والله التارجت بتاعي ان إيه الحاره اللي على اليمين بضغط هنا هو بيقول لي الحراره بتاعتك دي التارجت بتاعك ده عباره عن الاينمنت فبقول له لا انا الحراره بتاعتي سوري التارجت بتاعي عباره عن فيتشر لاين او سيرفي فيجر او بولي لاين تمام كده فبقول له بولي لاين وبختار له من الرسمه تمام وبقول له والله مين طبعا عندي هنا الصفر وهنا الزيادة يبقى ده كده على اليمين هنا فبختار له مين التارجت اللي هو بتاعي ده وبقول له اوكي ماشي هو شاف قال لي بولي لاين رقم واحد هو بيدي له ترقيم تمام نفس الحكايه على الشمال بختار من هنا وبقول له والله انا عايز بولي لاين وبختار له البولي لاين بتاعنا منين؟ من على الرسم اللي هو ده وبقول له انتر تمام وبقول له اوكي يبقى انا كده وسعت الطريق في المنطقه دي يمين والمنطقه دي شمال ومجرد ما هقول له اوكي نبتدي نشوف ايه اللي هيحصل. مباشره بيجي لك زي ما انت شايف كده ايه دي دي شاشه الايرورز بتاعه مين؟ بتاعه الكوريدور الشاشه دي لازم تخليها كده زي ابنك الصغير لو ما عندكش اولاد اعتبره ابنك زي الفيتشر لاين بالظبط. اللي انت وانت شغال على الكوريدور لازم الشاشه دي على طول قدامك انا مبدئيا انا كنت قلت لكم قبل كده ان انا دايما شغال على شاشتين شاشة رئيسية اللي احنا شغالين عليها وفي شاشه جانبيه هبصور لكم حتى الوضع شاشه جانبيه حاطط فيها الويندو دي ليه عشان اي ايرور يحصل معايا اثناء الشغل ابقى انا متابع الايرور ده ايه عشان ما يتطورش بعد كده الايرور وما اعرفش اصلحه طب ايه هو الايرور ده لو انا ضغطت عليه وضغطت دبل كليك اصل في ناس كتير ساعات يصور الصوره دي يقولوا يا جماعه انا حصل لي مشكله هنا ومش عارف احلها هو الحل موجود عندك هنا اعمل دبل كليك على الايرور هيقول لك والله تارجت اوبجكت نوت فاوند ويد يعني ايه التارجت بتاع الويدز بتاعك ما لقاش الايه ما لقاش التارجت اللي انت عايزه يعني انت قلت له اعمل لي تارجت ويدز او توسعه واخترنا الخط الاحمر اليمين والخط الاحمر الشمال تمام ولكن هو ما شافوش على ستيشن صفر وبرده ما شافوش فين على ستيشن بص هنا كده ستيشن صفر مره على بص هنا كده ادي اهو في الرايت سايد تمام واللي بعديه فين في الليفت سايد يبقى ما شافش التارجت بتاعه في الليفت وفي الرايت على ستيشن صفر هتلاقيه متكرر مرتين ستيشن 10 ستيشن 20 30 40 50 وبعد ال 50 جاب لك 200 معنى ذلك ان هو ستيشن 60 شاف التارجت ستيشن 70 شافها يبقى انا لازم اشوف التارجت بتاعي مش مغطي المنطقه دي ومش مغطي المنطقه الثانيه اللي هي دي يبقى مبدئيا هقول له والله الاكشن بتاعي دلوقتي كلير اول ايفنت يعني نظف لي كل الشاشه دي وارجع يشوف عندي هنا زي ما انتم شايفين هو الخط الاحمر هنا اه ولكن المنطقه دي ما فيهاش خط احمر يبقى البرنامج ما كانش شايف هنا ولو اتاكدنا هنبص من هنا للنقطه دي لحد النقطه دي كده مثلا هنلاقيهم 50 متر المفروض بالفعل دول ال 50 متر اللي البرنامج ما شافش فيهم لكن بعد كده شاف فيهم طب شاف فيهم ايه لو احنا بصينا بقى على سطح الطب هنا نستاذنكم نطلع بس حتى الـ ادي سطح الطب بتاعنا هنا أو زي ما انتم شايفين الطريق إيه؟ الطريق وسع معايا في منطقة الباركنج ورجع لأ لم تاني ومشي، ولكن هو حالياً في إيرور، فيعني أنا عملت أي تغير في 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 البرنامج مثلاً هبتدي أضغط هنا وأقول له والله ايه اي إيديت فريكونسي، زي ما انتم شايفين مبدئياً إحنا كنا ماشيين كل 10 متر ولكن زادت مين؟ زادت معايا شوية خطوط، شايفينها؟ في خط زاد هنا وفي خط زاد هنا، الخطوط دي زادت ليه؟ لأن أنا قلت له إيديت فريكونسي واخترت هنا اللي هو الجزء الخاص بالتارجت، هو الراجل قال لي في حالة لو في تغير في التارجت اعمل سيكشن فبقول له يس تمام كده وفي بداية ونهاية التارجت فبقول له يس حلو كده يبقى هو البرنامج مباشرة هيحط لي مين؟ هيحط لي قطاع زيادة على الخطوط بتاعتنا هنا في حالة لو انا قلت له نو على سبيل المثال هقول له نو وهقول له نو وبقول له اوكي زي ما انتم شايفين الايرور طلع لي تاني طب ما انا كنت قلت له قبل كده خلاص كلير ولكن البرنامج كل شوية يقول لك ايرور 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 هيطلع لك كل شوية فيفضل ساعتها ان انت بتشيل هنا وتبتدي تحل الايرور اللي عندك حلو كده تحل الايرون اللي عندك طيب طريقه الحل ايه في الحاله دي حاجه من اتنين يا اما بزود الخط المستقيم اللي هو التارجت بتاعي ده اجيبه لحد الاخر هنا وحد الاخر هنا ما دام هو ملتزم بنفس العرض او الاسهل ان انا بعمل سبليت للريجون سبليت للريجون بضغط على الـ الـ الاسمبلي سوري الكوردور بتاعي وبقول له سبليت للريجون هو طبعا هو كله زي ما انتم شايفين هو ريجون واحد وبضغط عليه هنا وبقول له والله عند ايه الاستيشن دي اعمل لي تمام طبعا الايرورز لسه شغاله معايا ما فيش مشكله وبرجع هنا تاني الريجن الكبير ده بضغط له هنا وبقول له مين سبليت عند النقطه مين عندي هنا زي ما انتم شايفين الايرور بيتكرر يعني هنا اهو زي ما انتم شايفين انا صفر وصفر هم اول اثنين تمام وبعدين راجع تاني تحت هيجيب لك ايه لا هو سوري هيكررهم تاني هيقعد يجيبهم من جديد فبقول له هنا كلير ايفنت وبقول له اوكي طب انا عايز اعدل ايه دلوقتي؟ اعدل التارجتس فبقول له ايه ده التارجت؟ لمين؟ هنا خلاص اوريدي التارجت بتاع التوسعه بتاعي ما فيش مشكله فيه، انا عايز التارجت اللي قبليه بضغط هنا، هو الراجل بيبص هنا على البولي لاين واحد وهنا بيبص على البولي لاين اتنين، ساعتها اقول له لا والله انا مش عايزك تبص على حاجه هنا ولا تبص على حاجه ايه؟ هنا وبقول له اوكي، اوكي ماشي وهسيب اللي في الاخر ده زي ما هو وبضغط انتر، ماشي لو انا عملت ريبيلد للكوريدور او غيرنا فريكوانسي الاول معلش مثلا فريكوانسي على سبيل المثال كل خمسة متر عشان بس يعمل لنا هو ايه؟ المفروض يطلع لنا شاشه الايرور آه بسم الله الرحمن الرحيم ما طلع لنا شاشه الايرور ليه غريبه طب ما فيش مشكله هنبتدي آه نعدل برضو التارجتس اللي موجوده فوق هنا هقول له ادي التارجت تمام هنا هقول له شيل اللي هو الواحد وهنا شيل اللي هو مين؟ الاثنين وبقول له اوكي اوكي كده يبقى انا لو عملت اي تغيير في الـ في الـ في الكوريدور مش هيطلع لي الايرورز لان هو واخد هنا التوسعه بس وهنا مش واخد توسعه وهنا مش واخد ايه مش واخد توسعه نفس الشيء عندي زي ما انتم شايفين هو الكيرب ستون هنا كان العرض 10 متر وبعدين ال 10 متر انتقلوا معايا هنا يعني لو بصيت هنا واخترت من النقطه دي للنقطه دي هلاقي نفسهم هم الايه نفسهم ال 10 متر اللي هم بالكيرب ستون نازل لحد هنا هي ال 10 متر نفسها انتقلت معايا مفيش مشكله ليه لان الطريق بيوسع اللي وسع مين؟ وسع الحاره دي فبالتالي الجزئيه دي مشيت معاها. طب افرض انا عايز احتفظ بنفس العرض ده او نفس الوش ده على سبيل المثال اللي هو من النقطه دي للنقطه دي بدون اي توسعه، ليه؟ لان دي حدود مثلا السور موجود. معنى ذلك ان الكيرب ستون او السايد ووك هيبقى هنا عرضه 10 متر ولكن هنا هيقل هيبقى 5 متر فقط. فساعتها انا مثلا فاتح تارجت ابتدي افتح التارجت بتاع السايد ووك. ليميت اوف وورك تمام كده اللي هو ايه الحدود الخارجيه دي وابتدي اعدل مين اعدل التارجتس بتاعتي اقول له एडिट تارجتس تمام هنا فساعتها عندي مين عندي اللي هو الحاره الخارجيه طبعا هنا زي ما انتم شايفين انا مش محدد المسميات فابتدي اشوف انا المسمى اللي انا عايز اعدله ايه فهنا تبص على الحاره بتاعتك مثلا على سبيل المثال ناخد الجنب ده اللي هنسميها مين SD-RT يعني سايد ووك رايت سايد تمام كده نفس الشيء على الشمال SD-RT داش هو رايت سايد سوري ال ده على الرايت سايد وده على الليفت سايد تمام بحيث لو انا جيت هنا وقلت له والله انا عايز اعدل التارجتس بتاعتي طبعا التارجتس هنا ما فيش مشكله فيها وهنا ما فيش مشكله انا عايز اعدل بس اللي في النص هنا بقول له اهو انا عندي هنا الاس دي رايت والاس دي ليفت تمام ادي هو في بص عشان نوع السايد ووك دوت في حاجه اسمها البوليفارد هوريكم شكلها عامل ازاي فالحالة دي انا عايز مين السايد ووك الويدز هنا العرض بتاعه وهقول له البولي لاين بتاعي وبختاره له من على الرسم اللي هو الخط ده وبقول له انتر ماشي وبقول له اوكي ونفس الشيء على الليفت سايد بقول له سلكت فروم دروينج وبختار له هنا وبقول له انتر اوكي و اوكي ونشوف مع بعض ادي انتر اهو زي ما انتم شايفين دلوقتي لو انا بصيت على سطح الطب بتاعي ادي سطح الطب ادي عندي هنا عمل التوسعه بتاعت الباركنج بتاعتي مفيش اي مشكله وفي نفس الوقت السايد ووك هنا عرضه 10 متر ولكن السايد ووك هنا بقى عرضه كام؟ 5 متر والتزم بمين؟ التزم بالخطوط بتاعتي. طيب آه من الحاجات بقى اللي احنا بنحب نعملها دايما حاجه زي كده زي ما انتم شايفين هنا ادي التارجت بتاعي كان واخد منطقه سلوب من حد من هنا لحد هنا ولكن لو احنا بصينا كده مثلا على شكل السطح بتاعي مبدئيا هنلاقي بتبقى بتظهر ساعات مشاكل في الحته دي زي ما انتم شايفين ظهرت حاجه شبه كده حاجات ساعات بتظهر بالشكل ده دي حلولة بسيطه ان انت بتعدل شويه في السطح او ان انت بتزود شويه سكاشن فريكونسي زياده طب افرض انا عايز ازود على القطاع نفسه او على على اللي اسمه ايه بسم الله الرحمن الرحيم عايز ازود على الكوريدور نفسه قطاعات ولكن في اماكن معينه مش بفريكونسي ثابت يعني مثلا قلت له اديت فريكونسي هنا انا عايزها كل 10 متر زي ما كانت مثلا وبقول له اوكي تمام يعني انا عايز ازود بس اقول للبرنامج حط لي مثلا قطاع زياده بس عند نقطه الكورنر بتاعت مين بتاعت الجزئيه دي او اي عايز قطاع عند حته معينه ودايما ساعات بنعمله مثلا القطاع ده في حته لو في مثلا بوكس كالفرت معديه مثلا على سبيل المثال بوكس كالفرت معديه في الحته دي فانا عايز ازود قطاع كوريدور في الحته دي بحيث ابقى شايف المناسيب التصميميه هنا كام فده سهل جدا بتضغط على القطاع حلو كده وبتقول له اد ا سيكشن اد ا سيكشن عايز ازود قطاع فيها او ممكن من خلال اللي هي الايديت فريكوانسي تضغط له هنا موجوده تحت هنا اللي على عش... الشمال سوري الموجوده المنطقه موجودة, موجودة تحت مجرد ما بتضغط على كلمه البلاس دي حلو كده هنضغط هنا واختار له مثلا نقطه اللي هي النقطه مين الكورنر اللي موجود هنا كليك يمين وبقول له اند بوينت النقطه دي وبقول له انتر زي ما انتم شايفين قال لي والله القطاع اللي انت ضفته ده على ستيشن 75.96 ومجرد ما بقول له اوكي زي ما انتم شايفين زود لي فين؟ زود لي خط مباشره هنا وعدل لي الشكل هنا حلو؟ في حين ان هنا لسه الشكل ايه؟ لسه الشكل ما اتعدلش لكن لو انا ضغطت هنا وقلت له برضه اد سيكشن تمام؟ فين عند النقطه دي كده وبقول له انتر مباشره عملها لي ولو انا دخلت جوه في الفريكونسي <applause> دكتور ايديت المنطقه دي ايه؟ ضاف لي اثنين، الاول ده اللي انا ضفته من هنا والثاني اللي انا ضفته مباشره منين؟ من على الرسم، وفي نفس الوقت اعدل لي الشكل بتاع مين؟ بتاع شكل القطاع بتاعي لو انا لغيت بصيت حتى في السطح هي غالبا دي مش بتتعدل في السطح من هنا. انا اعدلها لي بشكل كويس الى إيه حد ما شويه ولكن المناطق دي تتعدل بشكل ايه؟ مثلثات لان هي كل ما لك دي عباره عن مثلثات مقلوبه تبتدي تعدل بس شكل السطح النهائي بتاعك. ازاي تعدله مثلا سريعا؟ بضغط على السطح وبظهر الايديت سيرفيس ستايل انا عايز اظهر التريانجلز اللي هي الخطوط خطوط المثلثات وبتعمل هنا تقول له ايزوليت اوبجيكت وكلمه ايزوليت اوبجيكت هنا وبتختار له مين السطح بتاعك وبتقول له انتر كده بيعزل لك بس السطح بتاعك مجرد ما انا اضغط شيفت و... وماوس ويل اللي هو الزر الايسر بتاع سوري الزر الاوسط بتاع الماوس وبعد من هنا بقول له 3 دي كونسبشوال اهو زي ما انتم شايفين ادي المناطق مين عدلنا آه شويه كده اهي دي هنا المثلثات اللي مش سليمه فببتدي اضغط على السطح واقول له ايه سواب ايدج وببتدي اعدل والله إيه الخط ده وخط المثيل اللي هو ده تمام والخط مثيل اللي هو ايه اللي هو ده زي ما انتم شايفين السطح هنا اتظبط معايا نفس الشيء بعد مثلا في النقطه دي والنقطه دي والنقطه اللي في الاخر دي ده كده حاجات في الفينش في الاخر خالص بعد ما تخلص ايه بعد ما تخلص الخط ايه الخط بتاعك نفس الشيء مثلا ثلاث نقاط وده بيرجع لان المنطقه دي مش متاخده كيرف متاخده خط مستقيم عشان كده طلعت المشكله دي فخلينا مثلا على سبيل المثال يبقى ده كده شكل السطح الايه النهائي بتاعي هيطلع شكله ايه شكله مظبوط الحمد لله تمام بعد ما بتخلص بتقول انا عايز سطح التوب سوري الفيو التوب بتاعي ورجعتي تي 2 دي واير فريم وباجي هنا بقول له اند اوبجكت ايزوليشن وخلاص مره واحده زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين كده يتعدي معانا يرجع تاني الشكل وبقول له السطح اشوف اوبجكت فيور عامل ايه والله السطح ممتاز وزي الفل تمام طيب دي كده من الحالات مين حالات التارجتس اللي موجوده آه انا عايز بس اقفل الستايل ده ماشي حلو طب في في تارجتس ثانيه وطبعا في تارجت اللي خاص بالمنسوب بس انا ما عنديش حاله هنا للمنسوب في من ضمن الحاجات برضو عشان تعرفوها في حاله لو انا عندي الباركنج دوت زي ما احنا شايفين الباركنج بتاعي دلوقتي انا كل ما كده انا عملت امتداد لنفس الحاره فاخد نفس الميل بدل ما هي كانت 15 متر بقت 20 متر ولكن نفس الميل لو انا عندي الباركنج بميل عكسي فهتضطر ساعتها ان انت تعمل مين تعمل حاره اضافيه هنا في الحاله دي ممكن من نفس القطاع او بتاخد كوبي من القطاع دوت انا مثلا مثلا هاخد كوبي من القطاع ده سي او تمام كده طبعا لما تيجي تاخد قطاع كوبي ما تاخدوش تعلمش تعلمش عليه كله وتقول له كوبي لا بتاخد بس نقطه الاسمبلي تقول له كوبي وتطلع بيها هتلاقي مباشره جابها ايه؟ جابها معاك طول ما انت بتعمل كوبي في نفس الرسم ماشي كده؟ ولكن في المره دي بقى انا هبتدي اعمل مين؟ هعمل حاره ثانيه هنا اضافيه فانا هبتدي معلش اشيل دول كده مثلا وهاخد دي كده اقول له كوبي ماشي وهحطها له فين؟ هحطها له هنا تمام وهعمل دي الميل بتاعها كام؟ 2% عشان يبقى الميل عكسي تمام وعرضها مثلا ما مبدئيا 2 متر 2 متر ونص دلوقتي لان كده كده انا هعمل لها ايه؟ هعمل لها تارجت فهعلم على دي وهسمي دي بقى مين؟ ار تي بارك لين باركنج لين تمام كده؟ نعمل بس على الجنب اليمين هستاذنكم عشان يبقى ايه العمليه اسرع يبقى ار تي باركنج لين هبتدي اضغط هنا واقول له والله انا عايز اعمل ايه؟ ريجون بروبرتس وابتدي اغير من هنا واقول له والله بدل ما هي فول سكشن واحد لا هسميه فول سكشن اتنين اللي انا اللي انا عملته او ممكن اختاره من على الرسم لو انا مش عارف اسمه ايه بالظبط اللي هو ده تمام كده وبقول له اوكي اوكي انتر تمام حتى الان لسه الشكل ما اتظبطش معايا كل ما اقول له اقول له ايه التارجتس عدل لي التارجتس بتاعتي زي ما شايفين هو واخد ال 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 الرايت لين لا الرايت لين ساعتها انا هقول له مش عايز لها مش عايز لها ميول انا عايز مين بقى الرايت باركنج لين هي اللي تاخد مين؟ هي اللي تاخد الميل بتاعي على الخط الاحمر بتاعي، ادي الخط الاحمر اللي هو هنا وبقول له انتر وبقول له اوكي اوكي اه وانزل ماشي طيب ما مشكله وانا انتر تمام احنا مش حاطين اسمه ايه صحيح انا اسف هناخد ده هناخد كوبي في المنطقه دي عشان ما الرأسي في الناحيه الثانيه يس yes. ميرور انا عملت كوبي انا اسف المفروض نعمل ميرور ميرور تمام ونشيل ده ونشيل ده حلو نفس الوقت نبتدي هنا اقول له تارجتس عندي اللي هو الاوتسايد دوت الخط الخارجي بتاعه مين الخط الخارجي بتاعه ده واقول له اوكي اوكي اه أو انتر تمام نبتدي نشوف كده القطاع بتاعنا لو احنا حبينا نبص على القطاع سيكشن اديتور ماشي هبتدي اعدل هنا شكل الفيو بتاعي ده اخلي فيو والشبكه مش عايز اشوفها مبدئيا وزي ما انتم شايفين انا عندي هنا ادي الطريق بتاعي هنا ناقص 2 وبعدين هنا طلع بزائد 2 زي ما انتم شايفين وبعدين الايه الميل الجانبي ولكن زي ما انتم شايفين عندي بقى هنا مشكله اللي هي ايه انا عملت سطح توب وسطح بوتوم ادي سطح مين سطح بوتوم زي ما انتم شايفينه كده زي انتم شايفين عمل ايه مجموعه خطوط المفروض سطح البوتوم يفضل ماشي مع خط البوتوم هنا ويطلع فوق ويفضل ماشي كده نفس الشيء سطح التوب برضو ادي سطح التوب اللي هو ده سطح التوب ماشي اوكي ما فيش مشكله فيه لكن سطح البطن فيه مشكله المشكله دي بتيجي لما بنعمل حاجه اسمها الاوفر هانج كوركشن اوفر هانج كوركشن بس طبعا هو هنا عشان في تداخل تداخل خطين هي دي اوفر هانج كوركشن هنصلحها في حته ثانيه يكون افضل طيب يبقى انا كده عملت ايه عملت توسعه حلو للقطاع بتاعي لو انا ضغطت على القطاع بتاعي وقلت له الاوبجيكت فيور تمام كده وانا مش عايز 3 واير فري. تمام يبقى انا هنا عندي المنطقه بتاعه الطريق الرئيسي هتاخد ميل ميل 2% لحد الباركنج والباركنج هياخد ميل عكسي لحد هنا تمام كده والباركنج زي ما احنا شايفينه لما ظهر التارجت عشان انا عملت سبلت للريجون هنا ظهر التارجت معايا راح عامل الباركنج ايه بالميول بتاعته زي ما احنا عاوزين ولما انتهى انتهى معانا معنا ايه معانا هنا وبعدين نكمل الطريق عادي بميل كام 2% زي ما هو يبقى دي كده فكره التارجتس بشكل عام آه طبعا هنخش في تفاصيلها بقى فين في في الملف الثاني ولكن آه تارجت زي ما احنا شفنا لو احنا ضغطنا هنا ونرى التارجتس عندنا ثلاث انواع تارجت يا اما تارجت سطح في حاله لو انا عندي دي لايت عندي تارجت ثاني اللي هو التوسعه وتارجت اللي هو الايه؟ تارجت الاسلوب تمام؟ نبتدي نرجع على مثال اقوى شويه بقى اللي هو عندنا هنا تمام يبقى انا عندي هنا احنا واخدين ابو ميول جانبيه اللي هو مين احنا واخدين هو ريجون وعاملين سبليت ريجون طبعاً انا مش عامل سبليت ريجون فاستاذنكم ان احنا ندمجهم مع بعض تاني ميرج ده مع ده كوبي عشان نخليها كلها ايه كل واحد وبرده ميرج ده مع ده وبقول له اوكي تمام هنقلل شويه الفريكونسيز بتاعتي هنا اقول له ايديت سوري فريكوانسي تمام عايزه كل كام كل 25 وهنا كل 10 مثلا وبقول له اوكي عشان يخف معانا شويه الملف تمام يبقى احنا ايه نشيل برضو الحاجات اللي ملهاش لازمه يبقى انا عندي هنا في البرنامج احنا واخدين الحاله دي هنشتغل نشتغل على الحاله دي عشان دي الابسط والاسهل تمام كده مبدئيا يبقى يعني عندي هنا الطريق عباره عن ثلاث حارات حلو وعندي ثلاث حارات تانيين هنا ماشي وبعدين عندي حته صغيره كده زي راوندنج يمين وشمال وبعدين عندي الميول الايه الميول الجانبيه وفي نفس الوقت عندي جزيره وسطيه زي ما احنا شايفين الفكره كلها زي ما احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان انا لو انا عندي جزيره وسطيه ونقطه المنسوب بتاعتي مش في السنتر هنا لان عاده الناس ممكن يختلط عليها الامر ان هم يحطوا الكيرف ستون يحطوا نقطه الـ نقطه اللينك او نقطه السيمبل بتاعتهم بتبقى هنا النقطه اللي فوق دي معناها ان منسوب التصميم اللي عندي هيبقى منسوب طب الاسفلت لو انا مفترض ان هو طب الاسفلت هيكون طب الكربستون ستون وبعدين يبتدي ينزل لتحت في الحاله دي لا احنا بنعمل اللينك اللي انتم شايفينه ده ده عباره عن لينك اوف او لينك ويدز اند سلوب عرضه عرض نص الجزيره مثلا على سبيل المثال وميله زيرو ليه؟ لان هو كل ما هنالك انا مستخدمه فقط اللي انا هعمل ايه؟ لأن انا هنقل الشغل بتاعي او البروفايل بتاعي من نقطه السنتر هنا لحد نقطه الايدج بتاع الجزيره بحيث ان دي نقطه الاسفلت بتاعتي يبتدي ايه تتحول من هنا ماشي ففي الحاله دي انا هبتدي اشوف مثلا الكوريدور اللي عندي ده هبتدي معلش في عندي تقريبا تارجتس هنا ادي تارجت هنا تمام عندي زي ما انتم شايفين في خط تارجت هنا يمين وشمال تمام ادي خط التارجت اللي معايا ده يمين وشمال انا عايز اخفف شويه سوري كنترول واحد فيو اديت فيو اديت و شيدنج و بيزك خلاص طيب ماشي خلاص أنا عندي هنا أهو ده خط تارجت موجود معايا وده خط تارجت موجود تاني حلو وعايز أبتدي أوسع الجزيرة لأن هو الجزيرة وسطية لو أنا بصينا أنا عندي هنا جزيرة عرضها كام؟ نبص هنا كده بسم الله الرحمن الرحيم عندي جزيره عرضها 6 متر حلو كده ولكن الجزيره دي هتيجي في منطقه زي اللي هنا دي والمنطقه دي توسع معايا من النقطه دي للنقطه دي كده مثلا هتبقى الجزيره عرضها كام؟ 12 متر حلو فانا عايز اخلي الطريق رقم واحد يوسع بناء على مين؟ على التفاصيل دي يبقى انا كده هديله تارجت توسعه ماشي وفي نفس الوقت هو عنده مين؟ الميول الجانبيه بتاعته يمين وشمال طبعا ده خط خارجي يمين وخط خارجي شمال هو هيوسع معايا انا مش محتاج الخط الخارجي انا محتاج بس الداخلي دبل كليك مثلا اهو وده نفس الشيء دبل كليك وينز بوينت واحد وهخلي لونهم هستاذنكم لونهم ابيض مثلا ولا حاجه عشان يبقوا باينين واضحين في في الرسم تمام يبقى الخطين اللي هم الايه اللي بالابيض اللي احنا شايفينهم دول هم دول مين هم دول اللي انا هشتغل عليهم الشغل بتاعي اللي هم الخطين الابيض دول وعايز اوسع الجزيره على اساسه طيب الجزيرة عندي هنا عرضها كام لو انا بصيت على اللينك ده وقلت له كنترول واحد هو عرضه متر ولكن انا مش ههتم بعرضه لان العرض كده كده هيتغير يوسع ويدي بناء على مين؟ على التارجت اللي انا هختاره له بناء على التارجت اللي انا ايه؟ اللي انا هختاره له ففي الحالة دي هبتدي اقول له والله انا عايز اعدل التارجت بتاعي وبقول له ادي الكوريدور بتاعي وبقول له اهم شيء ابتدي الاول الكوريدور بروبرتيز بيختار الاسمبلي بتاعي صح ولا لا هو الاسمبلي اللي هو السويل ما فيش مشكله يبقى كده مختاره صح اقول له والله انا عايز اعدل التارجتس فبيقول لي انهي تارجت فزي ما انتم شايفين في حاجات كتير قوي يفضل زي ما قلنا ان احنا نسمي كل حاجه يبقى انا هرجع تاني سريعا على الاسمبلي بتاعي هسمي دوت اللينك ده اقول له ايه ميديان او مش ميديان ممكن اقول ار تي ادي ار تي داش ايلاند حلو كده يبقى ار دي ايلاند تمام والتاني اللي هو ال تي ايلاند يبقى ده ال تي داش ايلاند يبقى ده انا عرفت ان ده هيبقى عرض الجزيره من على اليمين وده عرض الجزيره من على ايه؟ من على الشمال تمام؟ وهبتدي ارجع للكوريدور بتاعي اختار الكوريدور واقول له والله ايديت تارجتس هنا فهو هتلاقي ظهر معاك ار تي ايلاند وال تي ايلاند فالار تي ايلاند هبتدي اختاره واقول له سلكت فروم دروينج تمام وتختار اهم حاجه تختار بس ان تتاكد ان اتجاه الخط بتاعك انا الاتجاه بتاعي ماشي من اليسار لليمين يبقى ده الرايت سايد اللي تحت ده هختار له الخط بتاعي وبقول له هنا اوكي ماشي هو شافه هو البولي لاين رقم واحد وبعدين هنا هو طبعا بيدي المسميات بناء على الترتيب اللي انا بختاره واحد واثنين وثلاثه وهكذا هختار الخط بتاعي اللي هو ده وبقول له اوكي تمام كده ومبدئيا هقول له اوكي على هذا الوضع وننتظر عليه لحظات هيبتدي الطريق زي ما انتم شفتوا هو وسع شويه الطريق بتاعي على سبيل المثال هنبتدي مثلا ناخد هنا قطاع اقول له سيكشن اديتور زي ما انتم شايفين الطريق بتاعي لو انا بصيت على الجزيره بتاعتي هنا دي في الانوتيت وقلت له والله انا عايز اشوف عرض الجزيره هنا كام فبختار له النقطه دي وبختار له النقطه دي عندي عرض الجزيره 3 متر رغم ان الاسمبلي بتاعي اللي انا رسمه بالفعل رسم هنا كام؟ رسم دي متر واحد بس تمام كده لو انا اخترتها اهي من هنا لحد هنا انا رسمها متر بس ولكن هو احترم التارجت اللي انا ايه اللي انا عامله له في حاله منطقه ما فيهاش تارجت هو مش هيوسع هياخد نفس الرقم اللي موجود فين اللي موجود هنا طيب دي كده عند الايه عند الاستيشن اللي اللي احنا واقفين عندها دلوقتي احنا عايزين حاجه استيشن تكون في منطقه التوسعه اللي هنا دي عند الاستيشن مثلا 600 هبتدي ارجع للسكشن اديتور وبختار له من هنا عند الاستيشن 600 تمام كده اهي نبتدي نشوف عرض الجزيره بتاعتي هنا كام تاكيدا الموضوع عرض الجزيره من هنا لحد هنا عرض الجزيره كام 6 متر يمين و6 شمال يبقى كده ايه وسع بالعرض ايه بالعرض اللي انا محتاجه حلو وتاكيدا برضه نشوف المناسيب اليمين والشمال مظبوطه معايا ولا لا ابتدي اشوف ادي هنا الطريق طبعا عشان انا مش محدد المفروض بقى تحدد له سوبر انا مش محدد له سوبر ولكن لو بصينا هنلاقي ان هي اول حاره هنا اخر الحاره عرضها سوري منسوبه 631 80 و2 وهنا 631 و80 و يبقى نقل نفس المنسوب هنا نفس المنسوب ايه نفس المنسوب معايا هنا طبعا عشان بس مش عامل له سوبر حاليا بس المفروض نعمل له ايه نعمل لهم سوبر تمام طيب ده كده عملنا توسعه لعرض الجزيره الوسطيه ولكن دلوقتي زي ما انتم شايفين انا عايز اقفل الجزيره الوسطيه بحيث يبقى انا عندي لينك من فوق هنا حلو كده من اخر الكيرب ستون من فوق ويوصل لاخر الكيرب ستون من فوق الناحيه الثانيه بحيث يبقى ايه يعمل لي سطح توب سليم طيب ايه اللي انا عامله اساسا في الملف عشان على اساسه نكمل ايه نكمل الشغل لو انا جيت عندي هنا هنبص انا عامل مين انا عامل هنا اللي هي كيرب ستون ده من من بولي لاين تمام ومزود له سطح توب آه سوري كود توب على الثلاث اماكن دول وكود بوتوم على اللي تحت هنا ونفس الشيء كود التوب على الثلاثه اللي فوق دول وكود البوتوم اللي تحت هنا ولو انا جيت بصيت للاسيمبلي نفسها نقطه الاسيمبلي وقلت له اسيمبلي بروبرتس وقلت له الكونستراكشن اهم شيء بقى هنا الكونستراكشن هو بيبني مين الاول وبيبني مين الثاني هنا بنى الرايت سايد الاول وبعدين بنى مين left سايد لان انا مثلا عملت الرايت سايد ورحت عامل ميرور على هذا الاساس الراجل هيبني الرايت سايد الاول وبعدين left سايد حلو كده طيب هبتدي اعمل ايه زي ما قلت المره اللي لو تفتكروا احنا عملنا حاجه اسمها ماركت بوين وعملنا ماركت بوينت وعملنا آه لينك ليها تمام فانا هبتدي اعمل اقول له والله انا عايز اعمل كنترول وثلاثه لان انا كل ما هنالك ان انا عايز ايه؟ عايز اوصل ما بين النقطه دي والنقطه دي فهحط ماركت بوينت هنا مثلا واقول له مين؟ واقول له اعمل لي لينك ليها. فبالتالي ده هبتدي اقول على كلمه جينيريك وبقول له مارك بوينت هيقول لي المسمى بتاعها ايه؟ فهسميه مثلا ايه؟ ايلاند ايدج هنسميها كلمه ايدج عشان ايه؟ يبقى المسمى بسيط. كلمه ايدج تمام كده؟ وهبتدي اختارها واحطها هنا. هنا بقى الفكرة كلها في عملية اختيار النقطة دي في الوقت سوري اختيارها على على الكوريدور فين؟ هل احطها هنا ولا احطها هنا؟ هنا لازم تشوف انت مين اللي اتبنى الأول؟ الجنب اليمين ولا الجنب الشمال؟ لأن ماركت بوينت بعدين انا هعمل لها لينك، اللينك ده هيبص على الماركت بوينت اللي اتبنت، يعني ايه البرنامج زي ما احنا قلنا بيبني خطوات، أول حاجة بيعمل اللينك ده وبعدين بيحط الحارات مثلا واحد اثنين ثلاثة وبعدين بيعمل الكربستون ده وبعدين بيعمل مثلا الميول الجانبية وبعدين يبتدي ينتقل يعمل نفس الخطوات دي على اليسار عرفت منين لما انا ضغطت هنا وقلت له ايه عشان نرجع لها معلش تاني هضغط هنا واقول له اسمبلي بروبرتس في على قائمة الكونستراكشن هو بين لي الراجل قال لي عملت لك الاول اللينك بتاع الجزيرة وبعدين عملت لك الثلاث حارات اهم الحارة الأولى الثانية الثالثة وبعدين ستون اللي أنت عامله على الرايت سايد هنا وبعدين الاسلوب اللي في الاخر خالص اللي هو اللينك اللي في الاخر خالص وبعدين الداي لايت ده كله بناء على اليمين وبعدين رجع بناهم تاني على مين على الشمال طيب انا دلوقتي هحط ماركت بوينت هحطها فين احطها يمين ولا احطها شمال اهم شيء لما بعمل ماركت بوينت وبعدين بعمل لينك يبص عليها يبقى لازم تكون الماركت بوينت اوريدي اترسمت في الرسم فعلى سبيل المثال لو انا حطيتها هنا على الليفت سايد وجيت عملت اللينك هنا على الرايت سايد يبقى كده اللينك هيتبني الاول والمفروض اللينك ده بيتبنى ويبص على النقطه فهو لما اتبنى ما شافش النقطه فهيطلع لك كله ايرورز هيطلع مين هيطلع الايرورز بتاعتك فلازم ساعتها لا تاخد بالك بنيت مين الاول بنيت اليمين الاول يبقى تحط الماركت بوينت مع اليمين بنيت الشمال يبقى تحط الماركت بوينت مع مين مع الشمال يبقى في الحاله دي انا هحطها على اليمين هسميها ايدج هنا تمام إيه. وهحطها على اليمين ليه لان هنشوف كده مع بعض اهو لو انا جيت بقى في الاسمبلي بروبرتيز بتاعتي وبصيت هنا الراجل بناها وفي الاخر خالص عمل لي الماركت بوينت يبقى الماركت بوينت اتبنت الاول او ظهرت على الرسم الاول وبعدين هبتدي اقول له والله انا عايز اعمل لينك تو ماركت بوينت هو بيقول لي اللينك بتاعك ده يشتغل توب وبوتوم ولا انت عايزه توب بس او بوتوم بس ففي الحاله دي انا عايزه توب وبوتوم وعايزه يبص على النقطه اللي اسمها ايدج اللي هي نفس النقطه بتاعتنا اللي انا اخترتها واحطه فين احطه هنا طبعا زي ما احنا قلنا الشكل اللي موجود قدام منك زي ما انتم شايفين في خط هنا كده الشكل اللي موجود قدام منك ده ما بتقلقش منه كده كده بيتظبط فين في الكوريدور بتاعك او في في الكوريدور بتاعك تمام لو انا جيت بصيت دلوقتي على الترتيب بتاع البناء انا عندي هنا الماركت بوينت اتبنت وبعدين الراجل لما هيخلص هيبص مين على اللينك اللي مرا... لينك تو ماركت بوينت حتى ممكن نسميه بدل ما هو اسمه لينك تو ماركت بوينت نسميه ايلاند سوري ايلاند ايه؟ ايلاند توب تمام كده يبقى عشان ده يبقى خط الايه؟ توب بتاع الايلاند تمام؟ هنبتدي قبل ما نعمل كوريدور هنبتدي كو نستاذنكم سوري نعمل ريبيلت انا اختار كده القطاع طبعا دايما تبقى انتوا على الشمال فاتحين حاجتين فاتحين الكوريدور وفاتحين الاسطح دايما على الشمال هنا فاتحين الاثنين عشان لو حصل اي تغير فيهم تبقى انت شايفهم مباشره حتى لقينا هو الراجل ما بناش زي ما انتوا شايفين ما عملليش هنا الخط العلوي حلو ليه لان ما عملتش ريبيلد للكوريدور مجرد هعمل كليك يمين واقول له ريبيلد نشوف مع بعض هنا اللي هيحصل التغير منتظر لحظات اهو بان لي خط من التوب اللي موجود هنا لحد التوب اللي موجود هنا ولكن لو انا كنت حطيت الماركت بوينت على الشمال وحطيت اللينك على اليمين كان هيطلع لي ايرور مباشره لان هو فكرة كلها ان الايرور لما اتعمل ما شافش مين ما شافش النقطه سوري اللينك لما اتعمل ما شافش النقطه فعلى هذا الاساس بيطلع لي ايرور طيب دلوقتي الخط ده هل ليه لازمه ولا لا؟ اللي هو الخط اللي وصلني من السنتر لاين لو هو عرض الجزيره هل ليه لازمه ان انا اشوفه على القطاع ولا لا؟ في الحاله دي ما لقيتش لازمه لان هو كل ما هنالك هو عمل لي عرض الجزيره ووصل لي المنسوب ولكن هو فعليا مش موجود معايا في القطاع. القطاع موجود معايا المفروض مين؟ لو قطاع تصميمي زي كده ما فيش خط واصل هنا. صح كده؟ يبقى خلاص في الحاله دي لا. فبعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها الاومت لينك. يعني ايه الاومت؟ يعني الغوه من على الرسم. كشكلا والغول من على القطاعات اللي هنا ادينا شايفين هو الخط السفلي اللي, اللي تحت هو نفس الخط ده والخط ده عملت كنترول واحد تمام لو اخترناهم حتى بالمسمى هتلاقي ده اسمه اللي هو ار تي يعني ايلاند وال تي ايلاند هنختار الاثنين وبنيجي اختيار تحت خالص هنا بنقول له ايه اوميت لينك فبقول له هنا ايه يس من على الرسم وفي نفس الوقت الكوريدور بيقول لي حصل تغيير تعمل كليك يمين وتقول له ريبيلد تبتدي تشوف هنا هيختفي مباشرة من عندنا من على إيه؟ من على الرسم، يبقى كده البرنامج عمل الشكل بتاعي مظبوط وفي نفس الوقت شال الخط اللي ما ايه؟ ملهوش قيمة حالياً موجود معايا، ولكن هو فعلياً موجود، شايفين النقطة بتاعته هي موجودة، ولكن هو مش هيبنهولك في الايه؟ في القطاع. طيب، أنا كده عملت القطاعات بتاعتي وتأكدت إن الأمور تمام، لو حبينا حتى ممكن تضيف الايه؟ الميول سوري الاسلوبات، كنترول واحد عشان احنا عاملين من غير سوبر أنا أعمل له سوبر رايت أوتسايد لين وعندي دول ماشي سوري ليفت أوتسايد لين عشان برضه تبقى الحاجة كلها إيه ليفت أوتسايد لين أول واحدة تمام وأقول له برضو ريبيلد الكوردور نبتدي نشوفها هنا حتى نغير سيكشن إديتور بسم الله ما نكون مستمتعين بالشرح لحد دلوقتي وما كنتش تقلت عليكم سامحونا بنعمل كليك يمين وبنقول له ريبيلد اهو زي ما انتم شايفين مباشره الراجل عدل لي مين؟ عدل لي الميول بتاعتي وفي نفس الوقت عشان نتاكد نقطه الاسفلت هل هي اليمين نفس الشمال؟ انا هناخد خط افقي تماما اهو حلو زي ما انتم شايفين نقطه اللينك اهو نفس نقطه ال... الاسفلت هنا نفس مين؟ نفس نقطه الاسفلت مين؟ الاسفلت اللي هنا عندي مباشره والجزيره جايه مثلا بشكل ايه؟ بشكل افقي معايا هنا تمام كده والطريق بعد كده اخد 4% هنا و4% الناحيه الثانيه. تمام يبقى انا كده التغريد بتاعي زي الفل تمام محتاج بقى اعمل ايه؟ محتاج اعمل سطح محتاج اعمل سطح نبتدي نشوف بقى الاسطح في برنامج الايه؟ السيفل في الحاله دي انا هاجي هنا خلينا نفس الـ نفس الـ القطاعات باينه معايا كده عشان نبتدي نشوفها انا هختار الكوريدور وهبتدي اقول له انا عايز اعمل كوريدور سيرفيس تمام اقول له انا عايز اعمل سطح مين؟ سطح توب خلينا في سطح توب الاول اقول له هنا توب تمام وباخد اللينك التوب وخلينا من اوفر هانج كوريكشن دلوقتي وخلينا برضه من الباوندرز عشان نشرحها بالتفصيل واقول له اوكي وبقول له ريبيلد للكرودور فالراجل عمل لي كرودور اهلا وسهلا نشوف مع بعض اول المشاكل اهي السطح بتاعنا لو انا ضغطت عليه وقلت له اوبجكت فيور وقلت له كونسبشوال اهو زي ما انتم شايفين الـ الـ البرنامج اخد من النقطه دي وعمل مثلثات زياده المثلثات دي بره حدود الطريق خالص لان اخر الميل الجانبي اهي الخط اللي تحت ده كده. طب ايه الخطوط دي؟ عباره عن مثلثات زياده. طب ازاي نقول للبرنامج ما تاخدش المثلثات الزياده دي؟ حاجه بسيطه جدا احنا لما بنعمل ايه السطح بتاع الكوريدور ادي الكوريدور سيرفيس تمام بيجي حاجه هنا اسمها باوندريز اللي هي حدود. في العادي تضغط هنا وبتيجي اكيد تعمل كليك يمين فعندك كذا نوع عندك حاجه اسمها اد اوتوماتيكلي اكتيف فروم بوليجون سوري او الاشهر او الاكثر استخداما <applause> اللي هي كوريدور اكستند از اوتر باوندري يعني ايه يعني كوريدور كوريدور اكستندز اللي هي اللي هي امتدادات ال... الكوريدور از اوتر باوندري يعني الحدود الخارجيه امتدادات الكوريدور هي دي الاوتر باوندري بتاعتك يعني النقطه اللي انت نقطه الميل الجانبي لما تلاقى مع الارض دي كده اخر نقطه للكوريدور مظبوط هي دي الحد بتاعك ما تزودش عنه مجرد ما بضغط له بقول له اد اللي هي كوريدور اكستندر اكستندز از اوتر باوندري يعني حدود خارجيه مجرد ما بقول له اوكي بيعمل ريبيلت ونشوف كده السطح مباشره السطح بتاعي المثلثات الزياده اتشالت وفي نفس الوقت لو انا ضغطت عليه وقلت له اوبجكت فيور عن ان هو واقف فين؟ لحد فقط الميول الجانبيه طبعا هنا كان في ديتش عمل لي ديتش زي ما احنا شايفين هنا كده ولكن هنا حد الميول الجانبيه هو واقف معايا ما زودش ايه؟ ما زودش عنها يبقى ده كده اول اول نوع من انواع الحدود اللي هو يمين؟ الحدود بتاعت بتاعت مين؟ الحدود بتاع السطح بتاع مين؟ بتاع الكوريدور نفسه بيجي الكوريدور اكستندز وبيجي نقول له ايه؟ بناء على الباوندري سوري ليك يمين وبتقول له اكستنز اوتر اوتر باوندري طيب ايه الاوبشن تاني اللي ممكن نشوفه نيجي في الزوم نعمل شويه زوم كده ونشوف القطاع بتاعنا عمل ايه؟ زي ما انتم شايفين القطاع بتاعي ماشي حلو زي الفل هنا مع سطح التوب هنا التوب تمام ولكن هنا جه خلف معايا هنا ليه خلف معايا بقى؟ انا عندي هنا حاره المفروض يمشي مع خط الحاره اللي هو ده ماشي كده هنصغر بس شويه كده المفروض يمشي مع خط الحاره ولكن هنا مباشره هو اخر من الحاره وطالع مين؟ طالع على النقطه بتاعه الكيربستون اللي فوق رغم ان انا عاطيله ان ده توب الكود ده توب اللي هو الراسي ده والكود ده والكود ده ولكن البرنامج تجاهل ده, ده ومشي طب هيعمل كده في السطح البوتوم. سطح البوتوم نبتدي نشوف كده هعمل سطح بوتوم انا مصغر الشاشه بس ان انتم مدركين الموقف ادي سطح بوتوم تمام بوتوم تمام واقول له والله انا عايز الديتا داتا وبقول له اد نفس الشيء ضيفه لي الحدود الخارجيه بتاعت الايه؟ الكوريدور كاوتر باوندري وبقول له اوكي وريبلت تمام نشوف كده اوب ادي سطح مين؟ سطح مش شايفين سطح البطن بقى حصل له ايه؟ يعني هو في الاول كان ماشي اوكي لا برضه ما كانش ماشي اوكي زي ما انتم شايفين مشى كده لو هو الخط الاحمر ده وبعدين كسر نزل هنا وبعدين فضل ماشي كده وبعدين طلع تاني فوق وبعدين عمل لي التغيرات الغريبه اللي هو شايفها دي ده كله راجع لحاجه واحده اللي هي ايه؟ ان الخطوط في البرنامج الخطوط دي بتبقى شبه راسيه او راسيه. ولكن البرنامج نفسه بيقدر يتعامل معاها في حاله لو هي كوريدور او في حاله لو هي اسطح عاديه بيتعامل معاها من خلال البريك لاينز. اما هنا هو بيتعامل معاها من خلال حاجه اسمها الاوفر هانج كوريكشنز. ايه هي الاوفر هانج كوريكشنز دي؟ منين؟ بنضغط على الكوريدور بتاعنا وبنيجي على السطح اثناء عمل السطح انا اخترت له من هنا قلت له انا عايز مين اللينكات اللي اسمها توب فبقول له هنا اد از بريك لاينز زائد هنا حاجه اسمها اوفر هانج كوريكشن عندي نوعين توب وبوتوم في حاله التوب بتختار التوب وحاله البوتوم تختار البوتوم ففي الحاله دي انا هاخت... هسيب التوب زي ما هو وهختار في البوتوم عشان البوتوم هو الاكثر اكثر تضررا مثلا على سبيل المثال هو المفروض احنا نعملها في الاثنين طبعا مجرد ما بقول له اوكي وبقول له ريبيلد ونبتدي نشوف القطاع بتاعنا ادي مباشره زي ما انتم شايفين خط فين؟ ادي خط البوتوم اهو شايفينه؟ نجيبه من الاول خالص اهو مشى مع الحدود بتاعتي مظبوطه ونزل هنا راسي وبعد ماشي وتمام وبعدين طلع هنا بشكل راسي زي ما انتم شايفين وبعدين مشى بشكل افقي لان انا محدد الخط ده عباره عن بوتوم في في السب بتاعي وبعدين طلع راسي هنا طب يا جماعه انا عندي هنا المنطقه دي هيحسبها ازاي؟ لا البرنامج ما بيحسبش المنطقه دي، يعني ايه ما بيحسبش المنطقه دي؟ نشوف مع بعض كده انا هرسم خط اقول له بولي لاين بي ال مثلا او خلينا نبص عليها في حته ثانيه طيب استاذنكم نبص عليها في حته ثانيه وبعدين نفس الناحيه الناحيه التانية زي ما انتم شايفين خط الديتا او الخط البوتوم هو ماشي زي الفل ايه تمام يبقى خط التوب انا محتاج مين محتاج بس ان انا اعمل له اوفر هانج كوركشن انا غالبا عملت له اوفر هانج كوركشن ان هو اتصلح بالفعل اه انا عملت له اوريدي اوفر هانج كوركشن عشان هو اتصلح خلاص توب وبقول له اد از ريكلاين وبقول له كي ريبيلد فكده سطح التوب مشي معايا تمام وسطح البوتوم مشي معايا ايه مشي معايا تمام يبقى اهم شيء نعمل الاوفر هانج كوركشن دي عشان نصلح ايه عشان نصلح المشاكل اللي بتيجي في مناطق مين مناطق الفيرتيكال زي كده طيب ايه هي فكره بقى ان السطح ما بياخدش كل الـ احسن واحده سكشن اديتور بقول له اوكي شكل السطح البوتوم بيجي ازاي في البرنامج يعني نجيب بقى القطاع اللي كان العجيب بتاعنا ده القطاع ده حلو كده حتى انا عملت سطح بطن هنا البرنامج هيشوف سطح البطن بالشكل التالي ادي الخط ده من هنا وهيوصل لحد السنتر لاين مثلا هنا وبعدين يوصل لحد النقطه دي وبعدين يمشي كده كده مثلا كده كده تمام دبل كليك ويد بوينت 1 اهو زي ما انتم شايفين البرنامج هياخد السطح بتاعي بنفس الشكل ده ده سطح البطن بتاعي سطح البوتوم بتاعي تمام كده طب لو ما فيش الحاره اللي تحت هستاذنكم هنشيل الحاره اللي تحت الغريبه دي بتاعت وزارة الداخلية وزارة الوزارة الجديدة ماشي هنا أنا عندي هيبقى سطح البوتوم مثلا هيبتدي ياخد مثلا من النقطة دي وبعدين يوصل للنقطة دي حلو وبعدين يمشي لحد النقطة دي وبعدين المفروض البرنامج يعمل إيه؟ المفروض البرنامج والله يبتدي بقى إيه؟ لأن أنا عندي المنطقة دي منطقة مين؟ منطقة رد حلو فيبتدي بقى يمشي مع الحارات مظبوط كده المفروض يمشي لي كده على سبيل المثال وبعدين يمشي لغايه منطقه السنتر ويكمل لغايه هناك، يعني لو عملنا دبل كليك هنا قلت له بوينت بوينت زيرو واحد او بوينت بوينت واحد اهو، المفروض يمشي لي كده. يبقى ماشي مع مين؟ مع الحارات زيه زي مين؟ برنامج الله يهديهم ويهدينا، برنامج الايرس ورك. المفروض بيمشي كده. ولكن فعليا ما ينفعش كده. فالبرنامج برنامج السيفل ما بيقبلش المنظر ده. برنامج السيفل مباشره يا باشا بيعمل ايه؟ بياخد لغايه اخر نقطه معرفه بالنسبه له اللي هي نقطه مين؟ معلش اهي. اللي هي النقطه دي تمام ويبتدي بيتجاهل تماما المناطق دي زي ما انا بعمل كده كنسل زي ما انتم شايفين كنسل ان النقطه دي ريموف ودي ريموف ومباشره بيطلع بشكل راسي هنا كده اهو بيبقى الشكل عامل كده بوينت مثلا اهو البرنامج بيعمل كده ليه؟ لان فعليا انت لما تيجي تنفذ بتنفذ كده وبعدين في الريدم زي ما انت عاوز ولكن دلوقتي انت بتقول لي احسب قطع فالقطع بيحسب هنا كده والريدم ده بيجي طبقات طب المنطقه اللي في النص دي موقفها ايه؟ لا المنطقه دي مش هتتحسب. عايز تحسبها حاجه من اتنين يا اما إيه يدوي بعيد عنك يا اما سب اسمبلي كومبوزر مباشره عشان كده احنا قلنا في الحالات اللي بيبقى فيها اشكال زي كده بتضطر ان انت تروح للسابق اسمبلي كومبوزر. غير كده لا بيطلع بشكل راسي يبقى البرنامج مش هيشوف تدخل لان البرنامج ما بيعملش تكويف في السطح. تخيل انت مثلا على سبيل المثال ان هي كانت جايه ميل واحد على سبيل المثال جايه جدا فالبرنامج بالنسبه له ده لو انا عملت شفت سطح البوتوم دلوقتي المفروض سطح البوتوم يبقى ايه؟ جاي في تجويف هنا كده لا البرنامج ما بيعملش تجويفات البرنامج ما بيعملش تجويف فالبرنامج بيجي بشكل شبه رأسي البرنامج آه الرأسي اللي هنا كده اهو بياخد كده ويطلع كده مباشره ولما بيجي هنا لما هيجي يكمل هنا على سبيل المثال انا هاجي هنا مش همشي بقى لغايه جوه وارجع تاني الكسرات دي كلها لا هيجي مثلا على سبيل المثال لحد ما يقارب دي كده وبعدين ينزل هنا رأسي اهو وبعدين يكمل كده ماشي يعني ايه هيمشي بنفس الت... نفس الفكره وهو رايح ليه لانه لو مش هينفع يخش لحد جوه يعمل شويه التجويفات دي لان البرنامج ما بيعملش ايه ما بيعملش تجويفات فالسطح البوتوم النهائي هيطلع لي بنفس مين بنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده تمام كده ده سطح البوتوم سطح الطب هيمشي لك ما فيش مشكله مع الحدود الطب بتاعتك بناء على مثلا انت ميل جانبي هنا وبعدين هيوصل لحد هنا وبعدين هنا وبعدين فرضا هيوصل لهنا طبعا هو مش هيمشي بقى مع الطبقات دي لا هيمشي لك مع خط الجزيره اللي هي ماشيه في النص ويبتدي يكمل يبقى ده كده سطح مين؟ سطح التوب بتاعك وده سطح المين سطح البوتوم بتاعك يبقى دي كده عشان الاسطح في مين في الكوريدور ماشي كده يبقى احنا كده في الكوريدور غطينا مجموعه حاجات لو بصينا عليهم تاني لو جينا هنا في شاشه البروبرتس بتاعتنا وقلنا له كوريدور بروبرتس عندي هنا في حاله لو الفريكونسيز والتارجتس تمام كده وفي نفس الوقت غطينا عمليه السيرفس اللي هي الاسطح سواء التوب او البوتوم ووضحنا طبعا الاوفر هانج كوركشن دي التصحيحات بتاعت مين بتاعت الكوريدور نفسه تمام آه، سلوب باترنز دي لذيذه برضو نقول لكم عليها في حاله لو ثواني كده احنا ما عندناش هنا بس بتاع اه سلوب باترنز دي اللي بتطلع لنا الباترن بتاعه الاسلوبات نبص عليها كده ادي سلوب باترنز حلو كده احنا عايزين نختار فيتشر لاين الاخير اللي هو الحدود دي في الجار لاين واحد في لاين بس هي مش هتيجي في المثال ده خلينا في المره الجايه اعمل لكم الستوب باترنز دي اللي هي شكل الخطوط المايله اللي بتبقى في جناب الطريق يمين وشمال اجهز لكم مثال سريع ونعمل لكم عليها المره الجايه ان شاء الله. ايه هي بقى الكودز وايه هي الفيتشر لاينز؟ الفيتشر لاينز دي الخطوط الواصله ما بين كل نقطه والثانيه يعني ايه؟ دلوقتي زي ما احنا قلنا ان البرنامج مثلا انا عندي هنا حاره خلينا حتى في المثال البسيط اللي هنا تمام كده انا عندي الحاره دي إيه نقطه الايه؟ لو في القطاع بتاعها النقطه دي اسمها الاي تي اللي هي نهايه الايه؟ نهايه مثلا الكيربستون بتاعي حلو كده او نهايه سوري للطريق فهو بيوصل لينك ما بين النقطه دي ومثيلتها على الامتداد الطولي ومثيلتها وهكذا زي ما بصينا في الاور بروجكت فيور استاذنكم عندي في ال 3 d واير فريم اهو اللي هي مين الخطوط الواصله ما بين النقطه كل نقطه ومثيلتها انا عندي النقطه دي هنا اهي حلو كده في اختها في القطاع اللي بعده فهو وصل خط فالخط ده عباره عن فيتشر لاين وده اللي موجود فين اللي موجود في القطاع اهو في الفيتشر لاينز فبيقول لك والله الفيتشر لاين انا عندي حاجه اسمها الاي تي دبليو لان هو بيوصل ما بين النقطه والنقطه يبقى دي كده الخطوط مثلا نقطه الكراون في خط اسمه فيتشر لاين كراون واصل ما بينهم وده الستايل بتاعه حلو كده لو مش عايز تعمل له كونكت بتشيلها يبقى ما بوصلهوش لبعض كونكت هيرسمها لك فين في الرسم تمام كده نفس الشيء السايد ووك الاي تي دبليو اللي هي كانت نقطه بيوصل يوصل ما بينهم كلهم فيتشر لاين يبقى دي هنا الفيتشر لاينز بتاعت ايه؟ بتاعت الشغل بتاعي. زائد هنا الكودز اللي هي الاكواد بتاعت كل نقطه. طيب الكودز ده زي ما قلنا في حاجه اسمها الكود سيت ستايل. طبعا هو في فيديوين ثلاثه بتوع اخونا جيف بارتلز ربنا يهديه يعني آه عامل حاجات حلوه جدا عن الكود سيت آه بحيث يغير الالوان لان بص مثلا على سبيل المثال انا هفتح لكم مشروع ثاني انا شغال عليه. ده هنا زي ما انتم شايفين الخطوط اللي هي ايه الخطوط اللي ظاهره معانا دي ساعات ب... مع الوقت بتتقل وهنا مثلا ما بتبقاش زي ما احنا شايفين مع... في معاناه ان احنا نشوف الخطوط بتاعتنا فين والتارجتس بتاعتنا فين وما الى ذلك لكن لو احنا فتحنا حاجه بسيطه زي كده بسم الله الرحمن الرحيم انا اسف خلينا بس نفتح كده عايز اوريكم بس الكود مشان بسم الله الرحمن الرحيم

نشوف مع بعض ده كده كوريدور حلو كده بس خطوط الكوريدور زي ما انتم شايفين انا عاملها ايه عاملها لون رصاصي خفيف كده ومش مبين خطوط كتيره وبتاع بحيث يبقى انا ابقى شايف سهل جدا ان انا اشوف التارجت بتاعي فين اشوف الحدود بتاعتي فين وما الى ذلك تمام فدي الالوان دي ممكن انتم تغيروها منين بقى بتتغير ادي الكود بتاعك في حاجه اسمها هنا البروبرتز تمام وبتيجي على هو انا مختار الاول كودز ساعتها لو انت اخترت من هنا بتبتدي تعدل بقى الاكواد كل حاجه لونها ايه عايز تظهر ايه ما تظهرش ايه وما الى ذلك يعني هي دي الاستايلات بتاعتها والالوان بتاعتها وما الى ذلك طبعا كانت شرحت ناس كتير شرحوها بس عشان ما نخش احنا فيها وقت ولكن ممكن تعمل حاجه سهله وبسيطه زي كده بحيث انت ما تبينش او ممكن تعملها بالالوان بحيث يبقى مثلا المنطقه دي لو اسفلت هياخد لون الاسفلت ستون ياخد لون ستون وهكذا تمام ده مثلا مثال على سبيل المثال كده طريقه عندي آه زي كده مثلا ادي آه كوردون انا مجمع, مجمع مجموعه طرق مع بعض يعني مثلا طريق زي ده كده زي ما انتم شايفين الطريق ده انا مجمع معايا الطريق مثلا اللي على اليمين هنا والطريق اللي على اليمين هنا او نفس الشيء حاجه زي كده اهو انا مجمع عليه مجمع عليه كذا طريق فلو دخلت وبصيت على البروبرتيز بتاعته هنلاقي البارامترز زي ما انتم شايفين كده نصغرهم اهو كام كام عندي كام بيز لاين عندي بيز لاينز كتير قوي يعني يعتبر كل واحده من دول بيبقى ليها horizontal خط horizontal بتاعها وليها الفيرتيكال بتاعها وتحت منها الريجنز بتاعتها يعني لو فتحت هتلاقي مثلا ريجنز كتير زي ما انتم شايفين كده كل واحد بريجونز الثانية كتير وما الى ذلك تمام وعلى طول بيعملوا ايه سينكرونايز مع بعضيهم انا شفتهم حتى مع بعض كده قلت له اوبجيكتيف فيور تمام ولو جيت اهو ده كده شكلهم مع بعض مثلا وقلت له كونسبشوال اهو ده كده ايه شكل شكل الكوريدور زي ما انتم شايفين دي كلها خطوط القطاعات بتاعتي تمام كده ادي كده كل خطوط القطاعات بتاعتي زائد عندي لو انا بصيت على السطح بتاعهم ادي سطح ال, 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 ال ده تقريبا سلكت الربع اربعه توب سلكت اه بس انا ما كنتش مقفله تقريبا اه ماشي ما كنتش مظبطه ولكن الفكره ان هي مش هو انا مفروض انا مظبطه والله هو مش مش متظبط معانا اه هو مش متزبط يعني متظبط في حته تانية طب مفيش مشكله انا كان قصدي ان هو سطح الطب في الاخر هيطلع لك مين هيطلع لك كل الايه الشغل بتاعك كله ايه كله مره واحده يعني مثلا المفروض هنا طبعا في مناطق فارغه في النص وفي مناطق هنا هتتشال عشان انا مش عامل له كوريدور اكستندرز او باوندري فعشان طلع لي بايه طلع لي بالشكل ده تمام ولكن هو الفكره كلها ان الكود سيت دي ممكن تتغير وممكن يتعدل الوانها بحيث تريح العين اثناء الشغل وفي نفس الوقت تبقى ايه اخف كتير معاك اثناء الايه اثناء الشغل آه دي اللي هي خاصه بمين لو رجعنا هنا تاني معلش ضغطنا هنا وقلنا له دور بروبرتس اللي هي خاصه مين بالكود حلو كده بتعدلها من هنا وبتبتدي تتغير معاك وهنا بتقول له الكود سيت اه في حاجة أخيرة بس في حالة لو أنا دلوقتي عملت مثلا أنا دلوقتي كيربستون ده اللي أنا عملته حلو كيربستون ده أنا عملت له توب وتوب وتوب ومفيش مشكلة طب أنا عايز استخرج نقطة معينة على سبيل المثال أنا عايز استخرج النقطة دي عشان أبتدي أوقعها في الموقع مثلا حلو لو أنا اخترتها وقلت له أد كود يبقى لازم النقطة دي عشان أستخرجها لازم يكون لها كود لازم يكون لها كود فهسميها مثلا كود اتش1 حلو كده اتش1 وهختار له النقطة دي ماشي وفي النقطة المماثلة ليها هنا التانية دي عشان أعمل ده لوحده وده لوحده بقول له اد كود هسميها برضو اتش واحد أو خليها اتش 2 أي كان ممكن تسميها بنفس الاسم أو مسمى تاني مفيش مشكلة وتضغط هنا تمام طيب لو أنا جيت دلوقتي <applause> وجيت وقلت له في في الكودز بتاعتي حلو كده في البوينتس ندور هنا مش هنلاقي ولا اتش واحد ولا اتش مين ولا اتش اتنين ليه؟ لان هم البرنامج ما شافهمش كل ما هنالك بتيجي تقول له ايديت تقول له امبورت كود تمام كده لازم تقول له امبورت كود عشان البرنامج يقدر يشوفه وبتختار له الاسمبلي اللي انت اخترت اللي انت غيرت فيه في الحاله دي انا اخترت هنا فهغير الاسمبلي ده وبقول له اوكي فبيشوف لي كل الاكواد او كل النقاط الجديده مجرد ما قلت له هنا اوكي نبتدي نشوف في البوينتس هنا هنلاقي ضاف لي اسمه آه ايه ده فاش ده آه. فاضي اتش 1 و H1". و اتش 2، ضاف لي الاتش 1 والاتش 2 تمام؟ بس هو ده في الكود ده اللي اسمه بيزك المفروض ده يبقى ابلاي ريبيلد عشان يظهر معايا هنا. اوكي. يبقى النقطة دي اتبنت معايا اوريدي في القطاع، لو أنا ضغطت هنا تاني وقلت له اديني الكودز بتاعتي المفروض تظهر معايا في الكودز هنا، أهي ظهرت معايا اتش 1 واتش مين واتش 2، ومعنى إن هي تظهر معايا هنا يبقى أنا ممكن أبتدي أستخرجها كاستخراج. أه لحد هنا احنا وصلنا في الكوريدور الى يعني شرحنا تفاصيل الكوريدور بشكل عام هو كان في دلوقتي المفروض فيديو كنت عملته قبل كده اسمه أكثر ثلاث مشاكل بتقابلنا في الكوريدور دي عن المره الجايه واستخراج بيانات الكوريدور عن برضه المره الجايه قبل ما نخش على القطاعات المره الجايه دلوقتي احنا في المحاضره السابعه عشان كان في ناس بتسال احنا في المحاضره السابعه في أه فالمحاضره السابعه دي ان شاء الله في ثلاث محاضرات ثانيين المحاضره الجايه هنخش على القطاعات والكميات و... ونبتدي شويه في البارسلز وبعد كده نخش على النتورك في المحاضره اللي هي التاسعه في النتورك نكمل بارسلز مع النتورك والمحاضره العاشره هتكون عن الامتحان السيفل 3 دي اللي عنده اسئله انا متاح بالنسبه لكم تفضلوا هجوم شكرا جزيلا بشمهندس العفو <applause> الله يحفظك لو حد عنده اي سؤال يا ريت يعمل ريز هاند باشمهندس احمد تفضل. السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا هندسه الحمد لله بيه علي زكي شويه جزاك الله خير يا هندسه معلش ليش يبارك بسيط بالنسبه للتعديل على الكوريدور يعني انا مثلا لو عاوز اعدل في الكوريدور في الاستيشن زيرو لانه هيربط مثلا على طريق رئيسي مايل ميل تولي مثلا بنسبه كبيره 5 6% يعني فانا عاوز اغير استيشن بس لوحده لكن الكوريدور خلاص بالنسبه لي الطريق كله مظبوط او عاوز اغير في ستيشن او اثنين في النص وهل ده ليه علاقه بالرهاب يعني الرهاب هو اللي بيحل القصه دي لا بص الرهاب ده الرهاب ده موضوع بس انت قصدك تغير ايه تغير مناسيب يعني ايوه لا بص هو المناسيب هترتبط بالبروفايل انت لازم هتغير البروفايل عشان يغير رقم المناسيب يعني ما ينفعش ان انا اغير انا م... ما هو تمام اوكي ما هو ده مرتبط بي... بالسنتر لاين البروفايل هو دلوقتي اه يعني انت دلوقتي ال... ال... كبروفايل بشكل عام سواء هو في السنتر لاين او في الاجازة زي ما احنا عاملين كده دلوقتي هو في جميع الحالات الكوريدور بياخد منسوبه من ال... ال... السنتر لاين ممكن ساعتها انت بتعمل ايه؟ لو عندك منطقه واحده بس عايز كله يمشي مع السنتر لاين او مناسيب البروفايل في معانا منطقه واحده ممكن تعمل سبيلت للريجن هنا وتلغي الريجن ده وتعمله ككوريدور سوري بيز لاين تاني مع فيتشر لاين مثلا او الاسهل ان انت تعدل في البروفايل. واخد بالك؟ دي حاجه اما الرهاب الرهاب ده مخصوص في عمليه الكاشت لو انت بتعمل كاشت للاسفلت وعايز تعدل يعني مثلا انت عندك اسفلت قائم ورفعته فالبرنامج بتديله ال, البروفايلات بتاعت الطريق نفسه البروفايل سنتر لاين وتدي له الميل اللي موجود وتتقول له ده السطح اللي موجود بتاع مين بتاع الاسفلت اللي موجود فهو بيحاول يظبط الميول الجانبيه بحيث تمثل الى حد ما الميول اللي موجوده في الطبيعه ويعمل لك كرودور ثاني في كميه في في سمكات للكشط نفسها وللاسفلت اللي هيجي بعد كده فالرهاب ده خاص بعمليه الكشط واخد بالك؟ جدا طب يا هندسه يا ريت الرهاب بعد اذنك لان انا عندي والله هو الرهاب ما الرابع في, في مكتب الرهاب؟ ابعت في لينك الرابع. فيديو مش كده. لينك فيديوهين ثلاثه ليهم لان انا صراحه انا ما اشتغلتوش في في بس اتفرجت على الفيديوهات اه بس مش انجلش بقى هندسه لا انجلش والله <applause> انت عارف سل... المشكله بالظبط بالنسبه لي في الدائرة الرابع اللي في مكه اللي عندنا هنا ان في حوالي 2 كيلو بايظين ومش هينفع ان احنا نزيل نعمل ازاله للقشط والاسفلت مش هنعمل ازاله للاسفلت طب انت على الحل اللي عندك هيبقى قشط هيبقى قشط وهيتعدل بالقشط وسمكات الاسفلت هنا هياخد سبعه هنا هياخد 10 هنا هياخد خمسه هنا هنقشط ثلاثه هنا هنقشط خمسه فطبعا الموضوع يعني مش هينفع ان احنا نصمم لان الطريق كله كمان مايل مره واحد ونص مره اثنين مره مقلوب يعني بالظبط كده فاعتقد ان الرهاب هو اللي هيحل القصه دي يعني بص هو الرهاب اه هيجيب لك ما هو الرهاب بيسالك يقول لك والله انت عندك مثلا هتعمل الميل الاساسي كام؟ هتقول له واحد ونص يقول لك طب التولرنس بتاع التغيير بتاعي كام؟ ممكن اخليه اثنين واخد بالك؟ يعني هو هيقول لك هغير لك من واحد ونص الاتنين ماشي اوكي يقول لك تقول له اوكي خلاص يبقى مره هيبقى واحد ومره واحد ونص ومره اتنين بناء على شكل الطبيعه اللي موجوده. آه. طب بص هو مبدئيا انا هبعت لك اسمه الان جيرب... كيل... جيلبرت الان جيلبرت آه سنه هتبقى مشاكل بس يعني ايه حضرتك ابعت اللينك مفيش مشاكل بس يعني لو اه هو سمعت واجب تبقى تشرحه لنا مره حتى لو مش في الدرس اعتقد أنه هو سيفلت دي سيفلت دي دي. دي. ان هو ان 7 3 دي هنا يا حاضر بص هو الان جيلبرت 7 3 دي لو انت ضغطت عليه كده ماشي كده هتلاقي فيه هو خاص اهو ادي الرهاب كوريدور تمام آه. كده هو شارح فيه فيديوين ثلاثه اه ثلاث فيديوهات و. اخر حاجه هو الرهاب كوريدور. أو انا كتبت الان جيلبرت سيفل 3 دي نفس المسمى اللي ظهر قدام منك كده يظهر معاك والراجل عامل ثلاث اربع فيديوهات حلوين يعني آه خاصين بالراب والله لو انا فضيت صدقني والله نفسي افضل عشان اعمل حاجات كتير بس للاسف يعني انا ده انجاز اللي انا بعمل معاكم الدوره دي والله انا بقالي يعني. تقريبا سنه ما شرحتش حاجه فسامحونا على التعصيب يعني. بس احنا والله كفايه ان احنا بنسمع صوتك دايما الله يبارك لك يا رب حبيبي الاول ها مين <applause> بعدينا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله محمد تسلم يا هندسه على المحاضره القيمه ديت الله يبارك لك تسلم ربنا يعزك يا رب عندي سؤالين يا باشا لو سمحت اتفضل السؤال الاول بعد اذنك بس لو تفتح اللوحه بتاعه الأسيمبلي، اللي فيها الكروس سيكشن اللي حضرتك شرحته المره اللي فاتت المره اللي فاتت <applause> ايوه ده اللي هو الكبير ده ايوه بس ده هنا انا شلت مش بتاع اللي جنبه هندسه كروش ايوه الشيطة. ده اه ده هندسه لو انا محتاج ادخل الداتا للايرس وورك ستيشن واوف واليفيشن وعايز ادخل نقاط نقاط الارض الطبيعيه فانا مثلا هاخد نقطه في السنتر ونقطه عند حد الاسفلت اليمين ونقطه عند الحد لا لا لا, لا 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 بص انت عن ارض ارض طبيعيه ارض آه. طبيعيه دخل له اي حاجه متاحه بالنسبه لك ايه الارض طبيعيه الارث وورك اي حاجه انت متعامل بالنسبه ملهاش دعوه بالتصميم بتاعك هيبقى شكله ايه هو كده هيرسم هو هندسه ما هو اصلا طريق قائم هو هيتعمل له رفع منسوب بس مشكلة. يعني بقول حرك... ف... بص الداتا اللي هتطلع من عندك على سبيل المثال انت بترفع ايا كان بترفع جي بي اس بتوتال ستيشن هو ما بترفعش على ستيشنات ارفع اللي ترفعه في الاخر خالص انت بتدخل الايرث وورك ما هو ده مشكلته انت بتدخل له اللي انت عايزه انت والله عايز تديله على اول الاسفلت براحتك عايز تديله في نص الاسفلت براحتك اتس كده كده هو بياخد منك ايه في الاخر بياخد منك اوفست وليفل فالاوفست انت بتحدده له زي ما انت عاوز انت بقى حبيت تديله عند متغيرات معينه طلعها واديها له واخد بالك انا عارف والله ان عندي على الجزيره على بعد 7 متر في متغير يبقى هديله عند السنتر واديله عند 7 متر واديله عند مثلا 10 متر و20 متر و30 متر وهكذا طيب لازم خالص في النقط ولا ممكن عند السنتر واول الاسفلت في الشمال واول لك زي ما انت عاوز اديها له انت عندك تغيرات يعني اه هل انت عندك تغير في الجزيره نفسها في تغير خده مفيش تغير خلاص اه يعني مش لازم اكثف نقاط الارض الطبيعيه قوي لا, 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 لا عادي لا لا يعني ممكن مثلا انت عاوز هو في الاخر آه هيوصل ما بينهم بخطوط وهيحتاج على هيحسب لك طب ينفع لما اجيب الليفل انا عملت مثلا جبت النقاط جت لي من الجي بي اس فانا عملت سطح وبعدين عملت مثلا في في نقاط معينه مثلا قلت له حط له نقطه على السيرفس وهات لي الاليفيشن فروم سيرفس وخدته على الاكسل بقى عندي ها. ستيشن اوفست اليفيشن تمام طبعا. كده؟ حلو تمام بس طيب بالنسبه للسؤال الثاني انا عندي طريقين ايه؟ طريق رئيسي وطريق فرعي نازل عليه الاثنين قائمين فهو عشان انزل من الطريق الفرعي على الطريق الرئيسي عايز اعمل رمب رامب ينزل عليه بس رامب مثلا ممكن في حدود 100 متر. فهو هندسه نظامه ايه الرامب؟ يعني الالايمنت مثلا بيتحط فين؟ الـ اول الـ حاجه بص بس قبل ما تبتدي تقول الالايمنت بيتحط فين؟ اعمل بلان عادي كاد الربط ما بين هنا وبين هنا، يعني هو شكل 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 الطريق هيبقى شكله ايه؟ يعني مثلا فرضا انت عندك تقاطع حرف تي مثلا على سبيل المثال أيوة. هو حرف تي ونازل أه. بقى من الفرع على ال... على ايه على الرئيس حلو مثلا فرضا يعني هو هيبقى حرف تي عامل كده مثلا نيرس عامل كده تمام فهو هينزل بالشكل ده ولا مثلا هينزل ويبقى كيرفو عامل كده مثلا على سبيل المثال يعني هينزل عامل مثلا كده واخد بالك؟ مثلا حلو فانت بتشوف بقى بتعمل الاول البلان بتاعك بتعمل البلان بتاعك بتعمل حسابك بقى ان هيبقى في حرط تصارع ولا لا وفي مثلا هيبقى في كيرفات ومش عارف ايه بتعمل البلان بتاعك وبعدين بتشوف الخط الامثل وهو غالبا بيبقى الخط المين الخط الخارجي بتاعك يعني مثلا الخط اللي هو ايه ايدج الاسفلت بتاعك الخارجي اللي هنا ده هو ده هيبقى مين هيبقى السنتر لاين بتاع الرامب بتاعك حلو بحيث يبقى ما احطش الداخلي والله تصعب تو بس هي الخارجي يفضل لان الخارجي هو ده اللي هيفضل مكمل معاك اه تمام هو أو, هو ممكن هو أو, ممكن تعمل... او ممكن تعمل الداخلي يوصل معاك لحد هنا تمام وفي وال... ومنطقه الحاره التسارع اللي تعمل حاره يبقى الحاره دي تاخد بالك بس منها لان هي الفكره كلها ان ساعتها الكوريدور بتاع ال... لان لو انت عملت على الداخلي الكوريدور بتاعك هيقف لحد هنا بس مش هيكمل معاك لكن لو عملت على الخارجي الكوريدور هيكمل معاك لحد الاخر تمام طب والخط هندسه يعني مثلا هو في فوق فوق كده بيربط على الطريق الفرعي وتحت بيربط على الطريق الرئيسي اللي هو مثلا حلو وبعد كده بعمل له البروفايل عادي للالايمنت في المنطقه خلاص دي خلاص انت بص انت عندك هنا طول ما انت ماشي هنا البروفايل بتاعك ما فيش اي مشكله ولكن انت لما بتيجي تقرب من هنا من الاسفلت انت عندك مثلا لسه الميل بتاعك انت في الاتجاه ده اللي مثلا في الاتجاه ده كنترول سوري ثلاثة انت عندك في الاتجاه ده الميل حلو بعد كده ميل الطريق انت هتحترم الميل الطريق يعني مثلا هنا انت كنت جاي مثلا بميل عشان جاي من كيرف جايب ميل مثلا 3% وفي حين ان الطريق واحد ونص ففي عندك منطقه تغير لحد ما تربط انت على حد الاسفلت اللي هو مثلا على سبيل المثال كده مثلا واخد بالك؟ تمام ماشي؟ يبقى انت هتمشي هنا بتلاتة ولكن لازم تعمل حسابك ان انت في المنطقة دي بتاخد مثلا ايدج الاسفلت الاكزيستنج الموجود وتاخده اوفست كبير مثلا اوفست مثلا 10 متر مثلا على سبيل المثال او اوفست 50 متر مثلا يعني 50 متر بنسبة الميل بتاعتك اللي هو بتاعته اللي هي 1% واحد في, واحد في المية وتعمل لون سطح وتضيفه معاك فين في البروفايل بحيث تظبط نفسك البروفايل بتاعك يبقى ماشي هنا مظبوط بحيث ان الميل بتاعك الواحد ونص يتحقق معاك هنا مفيش مشكلة واخد بالك؟ ولما تيجي آه. تعمل تارجت انت هنا ما عندكش تارجت عندك هنا بس تارجت توسعه وتارجت ليفل على الخط ده يبقى الخط ده لازم يكون معاك 3 دي بولي لاين اللي هو ايدج الاسفلت الاكزيستنج اللي موجود ليه هنا هياخد منسوبه من الطريق التصميمي وهنا هياخد منسوبه من طريق الاكزيستنج يبقى رابط عليه ميله هنا واحد ونص وهيرجع يظبط نفسه مثلا هنا ميله ثلاثه مثلا وهنا ميله واحد ونص واحد ونص ويظبط معاه ما فيش مشكله فساعتها <applause> يفضل ان الخط يتعمل لبره مش لجوه تمام والاسمبلي هندسه هيبقى مثلا اسمبلي والقصاب اسمبلي في, في 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 الناحيه اللي هي ايه الشمال طرف واحد. مثلا طرف واحد طرف واحد بس. اه طرف واحد تمام. كانك بتعمل تقاطع عادي تمام في حاجه معينه بتشرح الم... الحته بتاعه التقاطعات دي هندسه او في آه. الرمبات كتقاطع في تقاطع اللي انا عملته مثلا قبل كده هو نفس الفكره بس بدل ما انا كنت عامل تقاطع صغير تي حرف تي صغير انت هتطوله شويه اما الرمبات وما الى ذلك ادخل على عبد الرحمن الباز محمد بو... واحمد برعي تمام <تصمي> <ماتحة>. تمام تسلم عند الله شكرا تسلم ما تحرمش <تصمي> الثاني مين معنا ثاني؟ مين معنا ثاني يا شباب؟ الو السلام عليكم وعليكم السلام عمر ايوه ازاي حضرتك يا باشمهندس؟ بيه الحمد لله والله تمام جزاك الله كل خير انا والله متابع فيديوهاتك ويعني الواحد بيستفاد من حضرتك جدا وبيشرح للمسرحيه اللي معاه فربنا يكرمك يعني الله يعينك الله يعينك انا بس في في سؤال بس صغير كده حضرتك للموضوع التارجت بوينت اللي حضرتك عملته اه بس هو انا بس عايز اعرف الفكره بتاعته يعني ايه الفكره منه؟ انا يعني ايه الاستفاده منه؟ هو هل مثلا موضوع ان انا اعمل لينك واللينك ديت تبقى هي معمول من اللينك دي تارجت على الـ على البروفايل ممكن يتنهي عن موضوع البوينت تارجت ده ولا لا؟ لا تاني بص انت قصدك على التارجت ماركت بوينت دي صح كده؟ الماركت بوينت اه الماركت بوينت إيه الفكره دلوقتي لو الماركت بوينت دي مش موجوده على سبيل المثال احنا هنلغيها دلوقتي او من القطاع بتاعك حلو أقول له ديليت ماشي وهعمل ريبيلد للكوريدور بتاعي ريبيلد للكوريدور تمام وهنستاذنك نبص كده بصه سريعه على القطاع هيبقى عامل ازاي لو انا اخترت هنا زي ما انت شايف القطاع اوريدي ما فيش حاجه في النص يعني خط الاسامبلي اهو خط سريع خط القطاع واقف فين هو واقف فين لو انا ضغطت عليه وقلت له وريني كشكل قطاع سيكشن تمام هو هنا موصل سطح طب مع سطح توب موصل ما بين هنا وما بين هنا ولكن لو الاسطح دي مش موجوده على سبيل المثال انا السطح ده هقفله طيب اوكي هيتقفل معاك لا مش هيتقفل معانا مش هنعمل له دي ليت او بسم الله الرحمن الرحيم الاسطح دي مش عايزينها ابلاي اي هيبقى القطاع بتاعك طالع بالشكل ده الجزيره مفتوحه من فوق مش مقفوله واخد بالك هي دلوقتي حتى لو انت طلعت القطاعات دي عايز تتبعها تجلس للاستشاري ايا كان فكده ما عندكش حاجه اصلا انت ما بين هنا وما بين هنا قطاع مقفول سوري قطاع ما فيهوش بتاع ما طب تمام واخد بالك فاحنا بنعملها بحيث يبقى يقفل لك المنطقه من هنا لهنا او لو انت بتعملها استخدام معين زي ما احنا عملناها المره اللي فاتت لان احنا عايزين نقفل ميل جانبي مع حاره فقفلناها اللي هو المك... ال... الفكسد اللي هو سوري الماركت بوينت مع لينك ولكن انا عمل... عملته هنا ليه؟ عشان اقفل الشكل ما بين النقطه دي وما بين النقطه دي واخد بالك وهو في جميع الحالات كسطح لا هو السطح الراجل لما انا قلت له توب هو بيعمل ايه؟ بيشوف نقطه التوب اللي هنا حلو ويشوف اقرب نقطه توب بعدين فين هنا اه خلاص راح وصل عليها. ما كانش محتاجها هو عشان يعمل التوب ولكن احنا عاملين عشان يقفل الشكل بتاعك يبقى الشكل مظبوط. طب هل يا هندسه لو عملت مثلا لينك اللي هو اللينك اللي هو سلوب اند ويتس ده آه. ووصلته وعملت فيه موضوع ان انا مثلا اتارجت بروفايل واعمله في الاخر قمت عشان برضه يدي اول نقطه في الـ يدي اول نقطه المنسوب بتاع البروفايل يغني عن الموضوع ده ولا ما يغنيش؟ لا لان هي الل اللينك ساعتها اللينك اوفس ده هياخد لك في كامب واحد مش في الطرفين تمام هيبقى في طرف واحد مش في الطرفين يعني مثلا انت عملت له هنا هتقول له التارجت بتاعك في جميع الحالات لو انت لو الجزيره بتبقى اصل هو لينك لو آه لينك ويت اند سلوب هتدي له عرض مثلا 3 متر طب الجزيره بتوسع هيبقى 6 متر خلاص انا ممكن ادي له مين؟ هدي له تارجت فساعتها هتعمل له تارجت على اليمين وتارجت على الشمال عشان يبتدي يروح اه بالظبط واخد بالك حتى لو الجزيره فكرة لو الجزيره على اليمين غير على الشمال انت كده بتتوه نفسك اكتر ولكن هو الماركت بوينت مهما هتروح همسكك اللي هو رحت على بعد 5 متر وبعد 20 متر انا كده كده رايح الحم معاك واخد بالك؟ كده لحملك اليمين على الشمال على طول تمام جزاك الله كل خير جزاك فستنبيل الله كل خير وبس الله. في بس برضو تعليق على الباشمهندس اللي اتكلم في الاول على موضوع الاسفلت اللي بسماكات مختلفه اه فهو في ال... كاشط هو برضو هي حاجه بتقابلنا بس في شغل المطارات احنا كان بيتعمل تصميم لل... للطريق تمام بس كنا بنقشف بوايرات بصوا والله انا لسه لسه عامل تصميم من كام يوم برضو كده في مطار هنا و... ونفس الفكره اللي عملت له طبعا بروفايل يعني رفعنا الاسبلت اللي موجود وعملت مستخدم. عملت جريدنج بلان وعملت سلوب سلوب بلان بحيث اعرف الاسلوبات انا ماشي عامله ازاي وبتاع بس برضو يعني عمليه الكار ده, ده, كده اللي هو ايه بال... بالطريقه لكن لو انت عندك طريق طويل والدنيا بتفرق لا بت... بتعمل فرق كبير يعني على حتى المره الجايه ابقى اجيب لكم الصوره كده شكل السلوب ال... 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 سلوب بلان اللي انا عملتها يعني للايه اللي كان تاكسي حاجه زي كده يعني فنفس الشيء انا يعني عملتها ما عملتهاش صراحه بالرهاب كوريدور ولكن عملتها بال... بالبتاع ده باللي هو يعني انا كان عندي ميول مختلفه في في نفس الطريق ميول مختلفه مرتين يعني نص واخد ميل ونص تاني تكملته واخد ميل تاني فعشان كده اضطريت انا اعمله كده اما الرهاب لا لو انت عندك طريق واحد ومكمل بيدي لك فرق اسلوبات تدي له اسلوب والله يبتدي من 1% لغايه 2% وهو بيظبط نفسه يعني شبه مش شبه يعني ترقيع للطريق نفسه تصليح باقل باقل ماتيريال ممكن بالظبط كده؟, كده اه يعني انا انا عن نفسي عملت برؤية.. اخذت الرفع التصميمي اللي موجود سوري رفع الارض الطبيعي اللي موجود وعملت تصميم شبه اللي م... م... موجود فرق مثلا بتاع سنتي او او نص سنتي او حاجه هو هو ده ورق... متعرف عليه عشان كده انا بسال يعني الكوريدور ده كان بيعمل ايه أول مره الصراحه اسمع المصطلح ده دلوقتي اه لا هو الريهاب كوريدور كده... هتلاقي هنا كده اللي هو الكوريدور هتلاقي حاجه اسمها ريهاب كوريدور نبص عليه ماشي جزاك الله كل خير يعني ربنا عفو. منك عفو. ابدا يا رب ربنا يديك الصحه ويبارك شكرا شكرا, شكرا. معلش آه سريعا في واحد اللي هو مصطفى كامل بيقول على حساب التشوينات عايزك اكعبها عن طريق البرنامج هتلاقي درس رقم 18 في حساب كميات الحفر والردم شرح ازاي تحسب كميات التشوينات برضه ممكن اشرحها في الكميات المره الجايه ولكن انت عايزها سريعا هتلاقيها حساب كميات الحفر والرد مع الدوره عندنا بسم الله الرحمن الرحيم ايه دوره حساب كميات الحفر والرد. وعليكم ورحمه الله ثواني يا عم هشام بسم الله الرحمن الرحيم درس رقم 18 اهو حساب كميات التشوينات. انا ان شاء الله ده اللي هيفيدك يا اخ مصطفى. اي كميات التشوينات زي كده مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم اه اي تشويه زي كده هتلاقي مشروع درس رقم 18 في دوره حساب كميات الحفر والرد طيب مين معانا تاني حد معانا عبد الرحيم تقريبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت مدير يعني, يعني ان شاء الله لو الجزيره الوسطيه دي هتضم آه. زي الشكل اللي انا باعت صوره على العام دلوقتي هتضم مثلا لانها اللي توصل لانها تبقى زيرو يعني زي اللي بيكون انترلوك في نص الطريق وكده يعني ثواني كده عشان اشوف الجزيره بس سوري البتاع اللي انت بعتها دي صوره ديسك توب اه لحظه واحده ديسك توب صوره اه صوره كده نفتحها للناس آه طيب هتضم ايه معلش؟ ان الجزيره الوسطيه زي ما حضرتك شايف كده انها هتضم في حتت هتبقى صفر يعني اه تمام آه بص الحتت اللي فيها صفر دي كان في اختلاف ما بيني وبين اخوك محمد عليها ليه بقى يا سيدي؟ آه. دلوقتي الميول الجانبيه دلوقتي لو احنا قلنا ان عرض الجزيره مثلا 3 متر يمين و3 متر شمال، واحنا قلنا ان احنا نقلنا المنسوب من السنتر لحد الايدج بحيث ان حد الاسفلت هنا هو دي نقطه البروفايل بتاعتي، مظبوط؟ الطريق آه. لو جه لم في الطريقه في المنطقه دي كل ما هنالك انت عندك هنا ده تارجت هتعمل تارجت للجزيره بتاعتك لحد الريجن هنا، ولكن آه المشكله بقى كلها ان نقطه البروفايل بتاعتك بتتغير من هنا بتتحول تبقى فين تحول تبقى هنا معنى ذلك ان عرض الطريق اللي تحت هنا هتلاقي ان المنسوب في المنطقه دي ما بقاش زي المنسوب في المنطقه دي وهنا بيحصل لك الغلط فهو يفضل ان انت عندك هنا بتعمل الطريق زي ما انت هو بتاخد نفس العرض اللي موجود هنا الاستاندر مثلا اللي هو العرض 3 متر وبتكمل بيه لحد 3 متر اللي بيقابلها الناحيه الثانيه والمنطقه دي بتاخدها آه حاره ثانيه داخليه اللي هي تبروز ميديان حتى محمد اخوك شرحها دي تقريبا محمد عبد العظيم هتلاقي شرحها الجزئيه دي هتعملها تبروز ميديان يعني مش الحاره دي هي اللي هتقل يعني مش الجزيره هنا اللي عتقل. انا أحاول اعملها تبروز ميديان المره الجايه تبر تبروز ميديان هتبروز آه ميديان عشان الحاره تروح معاك في الاتجاه العكسي واخد بالك آه. الحاره تروح معاك في الاتجاه العكسي حتى لو عدت السنتر لاين ساعتها مش هتبقى فيه مشكله حتى لو الحاره أوه. بتاعتك عدت السنتر لاين بتاعتك مفيش مشكله ليه؟ لان هو هياخد الحاره يبتدي من هنا يبقى نوت بيجيه اللي تحافظ عليها نفس نفس المكان هنا كده تمام؟ عشان ما يحصلش دروب مره واحده لان احيانا بتبقى الجزيره زي ما انت شايف ماشيه هنا كده ومره واحده تبقى زي هنا طبعا المنطقه دي 3 متر في واحد سم ونص تدي لك كام؟ اربعة سم ونص هيجي معاك دروب هنا كده اربعة سم ونص بره ما هي الطرق دي اللي بتقابلنا على طول بتكون معانا الطرق اه فهي الجزيره المنطقه دي اه جزيرة المنطقة دي احنا بنكمل زي ما احنا كده على ال 3 آه. متر ماشي على عرض الثابت والمنطقة دي بناخدها ب... 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 زي ما بنسميها كده اللي هي الحارة عكسية حارة عكسية حارة عكسية تروح الناحية الثانية هنا كده ماشي ما شكرا باش مهندس انا يا ان شاء الله على الفيديو بتاع البشمهندس محمد هتلاقي آه عند محمد ان شاء الله هتلاقي آه. عند محمد بإذن الله ان شاء الله إن شاء الله يعينك تسلم يا باشا تسلم <applause> جزاكم الله خير يا باشمهندس هشام تسلم بيه الله يبارك لك رب. آه كان في سؤال من مهندسه حيام ايوه في لو عندنا منطقه ربط بين الكالفرت والقناه بيتعمل لها سب اسمبلي كالفرت وقناه ده في في الشبكات ولا هنا؟ مش عارف هو هي بص يا اصل هي مناطق الربط المشكله في حاله لو عندنا احنا آه قطاعين مختلفين في القطاعات دي لان هي والقناه ممكن يتعمل لها حاجه اسمبلي بس هي الفكره ان السب اسمبلي هي شبكات اه شبكات بص والله هو الشبكات احاول اشوف بس هو غالبا ما فيش لان الشبكات بتبقى ملتزمه الى حد ما بالكتالوج اللي موجود في البرنامج او الكتالوج اللي بتستدعيه من بره كتالوج القطع نفسها سواء قناه او كالفرت او ما الى ذلك الربط ما بينهم ده بيحتاج حاجات سبيشال بالسب اسمبلي كومبوزر ما بيحتاجش ما بيتعملش ما بيتعملش بالعادي تحبها بالسب اسمبلي كومبوزر ولكن ممكن نبحث عنها قبل ما نخش في الشبكات لان هي الفكره ان الكالفرت بتبقى حاجه مفتوحه سوري مقفوله والقناه بتبقى حاجه مفتوحه على اعتقد يعني فعشان الربط ما بينهم هما الاثنين ممكن بنعمل حاجات بس بدائيا ان انت بتعملي شويه بتعملي واحد سوري اسمبلي عباره عن مجموعه لينكات تمام كده لينكات العاديه اللي هو اللينك اوف ستاند سلوب على سبيل المثال بتعملي مثلا قطاع زي اسمبلي زي كده مثلا 10 اوكي تمام تبتدي اللي هي الجينيريك لينكس دي بتعمل العجب يعني بتعمل حاجات كتيره قوي فساعتها انت بتبتدي بقطاع القطاع مثلا اللي هو هيبقى مفتوح على سبيل المثال هيبقى عامل مثلا كده ماشي هيبقى مثلا فرضا يعني بجيب بشكل مثال يعني كده انه هو عامل ايه؟ عامل كده حلو دي هتبقى شكل اللينكات بتاعتك تمام و وفي نفس الوقت العرض اللي هنا هتقدري تغيريه اللي هو الاوفست ويدز اند سلوب تقدري تغيريه بناء على تارجت اللي هو الخط اللي هنا هتوصلي بقى الخط ده عباره عن بادئ من الكالفرت بتاعتك اللي هي الشكل ده لحد البوكس بتاعك اللي هو مثلا هيقابل هنا المفروض نقطه البوتوم دي هتوصلي على البلان نفسه 3 دي بولي لاين او فيتشر لاين ما بين النقطه دي وما بين النقطه ايه النقطه المتماثله هنا ونفس الشيء ما بين النقطه دي والنقطه المتماثله يبقى انت عندك اربعه فيتشر لاين بالمناسب بتاعتهم زي كده تمام والشكل ده هتديله تارجت توسعه وتارجت منسوب اللي هو اللينك ده هتعمل اربع لينكات اللينك الاول اللينك الثاني الثالث الرابع واللينك ده يبص على الخط ده واللينك ده اللي فوق يبص على الخط ده هيتحول الشكل من هنا بحيث يوصل يبقى شكل عامل حرف يو بالشكل ده كده اللي هو لو عملنا ويدز بوينت 01 اللي هو الشكل ده يبقى هو هيبتدي معاكي بالشكل ده تمام ولكن مع اللينكات الاربعه اللي, اللي احنا عاملينهم له دول اللي هو المفروض الـ سوري الـ على الاتجاه الطولي اللي هم عباره عن فيتشر لاينز هيقابلهم وفي في الاخر خالص اللينك بتاعك هيبقى شكله عامل كده عند الكالفرت نفسها نحاول نعمل حاجه شبهها يعني نحاول هي بتيجي كلها باللينكات مش هتحتاج تقريبا سب كومبوزر ولكن المشكله هنا مش هيبقى عندك سمك او ممكن على فكره تعملها بشكل حارات الوينج وول اه الوينج وول في وينج وول اوريدي في, في الشبكات في وينج وول في الشبكات ده أنا اللي نعرفه ليه اللي هي الوينج الوينج وول في الشبكات والله مش عارف هتبقى في وينج وول ولا في الشبكات بس هو في فاكر في الشبكات في تقريبا وينج وول هشوف لك برضه في الشبكات راجعين لك لان لي فتره ما اشتغلتش عليها صراحه ولكن مبدئيا لو هي حاجه شبه كده بسيطه ممكن تتعمل اربع لينكات وكل لينك طبعا الاربع خطوط الصفر دول هيبقوا عباره عن 3 دي بول لاين او فيتشر لاين موجودين على الرسم وساعتها تقول الخط الاول ده لان يعني هم هنا كده عند اربعه تقولي له الخط ده يبص على عرض ومنسوب على الخط ده واللينك ده يبص على الخط ده واللينك ده يبص على الخط ده في الاخر خالص هتلاقي ان القطاع كان بادئ معاكي بالشكل ده وينتهي معاكي بالشكل اللي لونه احمر ده بالظبط كده هيبقى ملاصق طبعا تماما لمين للشبكه بتاعتك نحاول نشوف كده احاول اعمل لك مثال بسيط مره جايه سريعا كده يبقى عندنا قطاعين ونشوف هيوصل من هنا لهنا ازاي في حد تاني معانا في هنا سؤال من فضلك لينك نسخة الأشتو الأشتو نفسه موجود في كل حتة هرفع لكم حاطط اللينك دي حاضر هناك أو لينك... أي أي أشتو يشتغل معاك مفيش مشكلة بالعفو زي ما زي زي بالعفو يعني لو في حاجة في البرنامج هحاول أجيبها لو ما فيش نقدر نعمل باللينكات كده مفيش مشكلة وإن شاء الله تشتغل معانا لينك الأشتو أنا برفع لكم حاطط نسخة أشتو في كذا نسخة هرفع لكم كل النسخ اللي عندي مفيش مشكلة حد تاني قبل ما نقفل يا ولد؟ ربنا يجازي حضرتك خير والله لا على دو على تري خلاص قفلنا طيب الله يحفظك يا باشمهندس ربنا يحفظك نلقاك على خير ان شاء الله الاربعاء القادم باذن الله باذن الله تعالى ان شاء الله ماشي جزاكم الله خيرا العفو العافية الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله